السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نحن اليوم في بيت السيد أبو عمر الكائن في منطقة كفر يوبا مدينة إربد. اليوم هو الثلاثاء الموافق 4/12/2007، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية والجهة المسؤولة عنه فلسطين في الذاكرة palestinemember.com. يجري هذه المقابلة سعيد عجاوي. عم أبو عمر، أسئلة هذه المقابلة تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف لتكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهالي القرية قبل النكبة، والقسم الثاني يهدف لتكوين صورة عن معاناة سكان القرية خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي مناف اللجوء والشتات. وبداية هذا اللقاء عم أبو عمر، تعطيني اسمك من أربع مقاطع. اسمي محمد. نعم. النهار. نعم. الكنهوش. محمد النهار الكنهوش. المشرقي. المشرقي. نعم. عمي أبو عمر، أنت وين ولدت؟ بأنو مكان ولدت؟ كفر سبت. بكفر سبت. أيوة. طيب، حافظ تاريخ ميلادك في أنو سنة ولدت أنت؟ سنة أنو ولدت؟ يعني حسب البطاقة سنة العشرة موجود عندنا. سنة العشرة. مواليدك سنة العشرة؟ إذا أنت مواليد سنة 1910. أيوة. نعم. طيب، اسم والدك من أربع مقاطع حافظه؟ حافظ. والدك اسمه نهار. نهار. نهار إيش؟ الكنهوش. واسم جده لوالدك؟ اسم جده إبراهيم. إبراهيم، ممتاز. والدتك؟ والدي نوير العاشور. نوير العاشور. نعم. الأحمد. نعم. طيب عمي أبو عمر، هل توافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك الكاملة وأن تشارك بمعلومات كما تسعفك الذاكرة؟ يعني أنت موافق على المقابلة هاي؟ نعم. نعم. طيب، أنت بدنا نتدرج في حياتك في بعض القرى اللي أنت عشت فيها في فلسطين. أنت مواليد كفر سبت. نعم. كفر سبت عشت فيها كثير ولا واعيها منيح؟ لا واعيها، ولد صغير. يعني كم سنة تقريبا عشت في كفر سبت انت؟ والله 5-6 سنين. حوالي 5-6 سنوات. طيب، بعد ما انتقلت من كفر سبت او طلعت من كفر سبت، لوين رحت؟ ام العلاق. ام العلاق. هاي ام العلاق وين جاي بالنسبة لكفر سبت؟ كفر سبت للشمال، شرق كفر سبت. نعم. طيب، كم سنة عشت في أم العلق؟ والله عشت 10 سنين. 10 سنين. طيب، ممتاز. أنتوا حياتكم في كفر سبت كانت حياة بداوية، حياة يعني عربان، ولا كان في الكبيوت مبنية بكفر سبت؟ لا، بيوت مبنية وبي عربان. كان في بيوت؟ بيوت. وفي عربان. عربان. طب في أم العلق شو كان الحياة هناك فيها؟ عربان، بيوت وبيعربان. برضو في أنتوا بيتكم كانكو بيت يعني ولا بيت شعر؟ لا، بيت شعر وعنده دار. وعندكو دار. في أم العلق. طيب، أنت في أم العلق عشت 10 سنوات. بعد أم العلق لوين رحت؟ عسنوريا. عسنوريا. عسنوريا وين بالنسبة لأم العلق؟ منها ولا الجبل. من هول الجبال. يعني قربتوا على معبر انتوا هيك؟ اي، قريب على معبر، على نص ساعه او ساعه معبر. طب هاي سنوريا عليها خط رئيسي كان شارع؟ في شارع. فيها شارع. طيب، بدي ارجع لام العلق. عمي ابو عمر، انتوا ليش تحركتوا من ام العلق؟ ليش طلعتوا منها؟ والله ام العلق اضطرتنا اليهود. اضطرتنا اليهود. طروك اليهود. هذا قديم، هذا في الثلاثينات يعني او في العشرينات. قديم. طب ليش طلعوك اليهود من ام العلق؟ طرونا من وخلم ارضنا وخطرونا. طب يعني طروكوا بالقوه يعني تحت تهديد السلاح؟ بالقوه. طب انتوا في كفر سبت ايضا، ليش رحل والدك من كفر سبت لام العلق؟ والله ما ادري ليش رحل، مش عارف يعني سن صغير. كنت صغير. أما أم العلق كنت واعي لما طرّوكم منها. واعي. طب كل أهل أم العلق خرجوا منها، ما ضل حدا فيها؟ كلهم طلعوا منها. لوين راحوا أهل أم العلق؟ بهم راح على
والله ما ادري وين راح، والله ما ادري وين راح. ما هني رحت على معذر. لا ما رحت على معذر. على رحت على معذر. لا قبل معذر. سنوريا. على سنوريا رحت. على سنوريا، من سنوريا على معذر. طيب. طب حياتكم في ام العلق كانت تعتمد على يعني كان فيها زراعه ولا بس؟ زراعه. كان في زراعه عندكم؟ زراعه. كنتوا تزرعوا وتفلحوا؟ اه كنا نفلح ونزرع. طب تتذكر كم بيت كان في ام العلق؟ كان يطلع 20 بيت. 20 بيت؟ اه. كلهم بيوت شعر ولا في بيوت مبنيه؟ والله بيوت مبنيه وبيوت شعر. بيوت شعر. بيوت شعر. طب العائلات اللي كانت ساكنه في ام العلق، الحمائل والعشائر اللي كانوا بام العلق تتذكرهم؟ والله بيهم أذكر، بيهم من قرايبي وبيهم مو من قرايبي. يعني كان فيها مشارقة. آه بيهم مشارقة. وغير المشارقة مين تتذكر؟ بيه الدلايكة. الدلايكة. وبيه مخلطة. حافظ أسماء منهم العائلات؟ والله ما أعرف أسميهم. في أم العلق؟ ناسيهم أسميهم. طيب أنتوا الآن يعني بعد خروجكم من أم العلق اتجهتوا لسنوريا. سنوريا هاي جاي على الخط الرئيسي. ها؟ نعم على الخط الرئيسي. عشت فيها كم سنة سنوريا تقريبا؟ يطلع 10 سنين 15 سنة. حوالي 15 عام. طيب حوالي 15 عام في سنوريا. خرجت طبعا، خرجتوا من أم العلق بسبب طرد اليهود إلكو. طيب يعني تحدثني عن سنوريا أكثر، كان فيها بيوت مبنية بناء ولا كانت عربان؟ والله الأكثر بيوت بنا. كانت بنا؟ آه بنا. نعم. آه بنا وفي عربان. وفي عربان. آه. طيب أنتوا في سنوريا حياتكم كانت بتعتمد على الرعاية ولا على الزراعة؟ والله كنا على الزراعة وعلى الرعاية. وعلى الرعاية. آه. كان لكم بيت بنيتوا فيت في سنوريا؟ بنينا دار وعندنا بيت. وعندكم بيت؟ آه. طب انتوا لما طلعتوا من ام العلق عمي ابو عمر على سنوريا، كان في ناس قبلكم ساكنين في سنوريا ولا انتوا اللي بنتوها القريه هاي؟ لا والله في ناس قليل، لكن الاكثر احنا بنينا. انتوا الاكثر. اما في كان ناس بالاساس موجودين؟ قليل قليل ناس. طب بتتذكر العربان او الناس العائلات اللي كانت ساكنه غير المشارقه في سنوريا؟ بصبيح. في صبيح. صبيح. صبيحات. نعم. صبيحات. ودلايكة كان موجود؟ ببيتين يا ثلاث بيوت. ثلاث بيوت. ها. غير الدلايكة والاصبحات وغير المشارقة؟ ما في غير احنا وهم. غير انتو وهم. طب كان في لها مختار سنوريا؟ اه بي مختار. مين مختارك كان؟ محمد السمير. محمد السمير. هذا محمد السمير صبيحي. صبيحي. كان له بيت ومضافة؟ له بيت ومضافة. طب سنوريا كان فيها مسجد مثلا أو مدرسة؟ لا والله مدرسة ما فيها، فيها مسجد. فيها مسجد. وين موجود المسجد؟ في أنو جهة من البلد؟ من المغرب. غرب البلد. شيخ المسجد تتذكروا مين هو؟ شو اسمه الإمام أو المؤذن اللي في المسجد؟ كانوا يقولوا له محمد الهادي. محمد الهادي. أو محمد عبد الهادي. هذا من سنوريا ولا من مكان آخر كان يجي؟ من هو من معذر ويجي على سنوريا يقري عندنا. نعم. يعني كان يدرس في مدرسة. يدرس أولاد بسيطة. طب فيها عيون البلد هاي سنوريا، كان فيها عيون؟ فيها عيون. فيها عيون كثير. عيون ماء. حافظ أسماء هاي العيون؟ عين سنوريا يقولوا لها. وين موجودة هاي العين؟ من شرق البلد. شرق البلد. وبي وادي سايل مية بعد من هناك. هذا الوادي يعني المي فيه صيف شتاء ولا بس في الشتاء؟ والله صيف شتاء في مي. معناه في نبع هذا؟ في نبع. في نبع. في نبع. طيب حياتك في سنوريا بايش انت قضيتها؟ شو العمل تبعك كان في سنوريا؟ والله كان عندي طرشات. نعم. وعندي فلح. فلاحة. مزارع. طب كنت بتمتلك اراضي في سنوريا؟ لا ما امتلك. والدك كان له اراضي؟ لا ما كان له اراضي في سنوريا. لا. طب مكان البيت اللي بنيته عليه هذا، الارض لمين كانت هاي اللي بنيت عليها انت؟ لليهود. اصلها لليهود كانت؟ اصلها كانت جبت لك واخذوها اليهود. اخذوها من العرب؟ جبت لك كانت. اخذوها بالقوه ولا بالقوه اخذوها. بالقوه اخذوها. وما حدا باعهم؟ ما حدا باعها. لا. طيب
الآن بدي تحكي لي ليش طلعت من سنوريا أو من سنوريا ورحت على معذر؟ والله طلعت بالقوة اليهود. اضطرونا اليهود. طب احكي لي التفاصيل كيف دخلوا اليهود وبلغوكوا لازم تطلعوا من سنوريا، ليش؟ كيف والله دخلوا؟ والله احنا نايمين ما حسينا انه الشجر مزروع وهو عليه حب هالقدي. اليهود زرعوه والشجر رامي حب. وبعدين كشكلونا قال يلا اطلع. طلعونا غصبا عنا. يعني جابوا شتل شجر وعليه ثمر. عليه ثمر ومزروع، لقيناه مزروع الصبح. الصبح مزروع. بأنو جهة من البلد زرعوه؟ من مغرب البلد. طب يعني لأنهم زرعوا هذا الشجر أنتوا خرجتوا يعني؟ خرجنا صحيح. طب يعني شو سبب زراعتهم حتى أنه يتملكوا الأرض؟ مش هتملك هم الأرض. طب يعني ما حدا من البلد قاومهم أنه ما رفض يخرج؟ والله قومهم ما ردم عليهم، لقوا عندهم قوة اليهود، كان معاهم عسكر ومعاهم برود، احنا ما معنا برود ما معنا شيء. نعم. معاهم قوة. عاد احنا خرجنا احنا روح عمل روح الله كرحم صبيح. على العرب صبيح اللي كذا الناصري. طيب. الآن على عرب صبيح انو اللي في كفر مصر ولا اللي في الناصري؟ لا بالناصر، شرق الناصرة. شرق الناصرة، ايوه. نعم مزبوط. طيب شو الاشياء اللي اخذتوها من، هل سمحوا لكم تاخذوا اغراضكم من سنوريا؟ والله بها الناس اخذت وناس ما اتركت الاغراض. انت اخذت اغراضك ولا ما اخذت اغراضك؟ والله اخذت اغراضك. شو كان عندك حلال وقتها؟ كان عندي بقرات وشوية غنم. كم راس بقر كان عندك؟ عندي يطلع 10-15 راس. وأغنام؟ يطلع 20 راس. راس غنم. أبيض ولا أسود اللي كانوا؟ بينا أبيض وبي أسود. هل كان عندك جمال مثلاً؟ لا. ما كان عندك جمال. من أهل سنورة كان عند حدا عنده جمال؟ لا ما حدا عنده جمال. ما كانش جمال موجودين. طيب إذا أنتوا خرجتوا يعني بناء على طرد اليهود. طرد اليهود. طيب أنت يعني لما خرجت كان باعتقادك أنه راح ترجع لسنوريا؟ والله ميت أني أرجع، لكن ما يصير لي أرجع. ما يصير لك؟ ما يصير لي أرجع. طيب هل فكرت أنه قديش ممكن تغيب عن سنوريا مثلا أسبوع أسبوعين وبعدين ترجع؟ الله أعلم عاد، والله من طرني ما عاد أرجع. يضطرونا ما عاد نرجع، ما نقدر نرجع، خوف منهم. نعم. خايفين منهم. طيب الآن وصلت لمعذر. هل دخلتوا البلد، دخلتوا القرية ولا سكنتوا بأطرافها؟ أنا سكنت بأطرافها، اشتريت أرض هناك. من أنو جهة؟ من شرق البلد. من شرق البلد. عمر دور هناك وقعدت. طيب، إحنا حديثنا راح يكون الآن يتركز على قرية معذر. اللي انت عشت فيها باقي حياتك في فلسطين. يعني ما تبقى من السنوات ما قبل الهجرة وما قبل اللجوء القصري اللي انتوا أجبرتوا عليه من قبل المستعمرين. صحيح. عمي ابو عمر الان انت في معذر. زي ما ذكرت لي بنيت، اشتريت ارض وبنيت شرط معذر. وقضيت في معذر حوالي 10 سنوات تقريبا. واكثر من 10 سنوات. اكثر من 10 سنوات. طيب الان كلمة معذر، قرية معذر، بتعرف ليش سموها معذر؟ قال هذا صارت الناس تتهاوي الخيل هناك ترعى تعذر بالخيل وسموها معذر. الخيل تعذر هناك على الربيع سموها معذر. يعني عذر الخيل يعني الرعاية العذر؟ وقولوا هذا سموها معذر علمتهم. ايوه من عذر الخيل. لانه الخيل ترعى فيها يعني. طيب الان سكان معذر، اهل معذر، قريه معذر، عاملنك بعام 48. بتتذكر قديش كان عدد سكان هالقريه؟ والله حوالي 600-700. حوالي 600-700 شخص. انت بتعرف البلد من الداخل كلها منيح؟ ما هو كلهم، لا البلد يعني تضاريسها وشوارعها. كيف تنساكن هناك؟ نعم. طيب
البيوت بتتذكر كم بيت فيها؟ كان فيها 100 بيت، 200 بيت، 300 بيت؟ حوالي 300 بيت. طيب معضر هي اداريا لانو مدينه كانت بتتبع؟ طبريه. لا طبريه، قضاء طبريه. طب طبريه بتتذكر المسافه بينك وبين طبريه؟ حوالي 3 ساعات. 3 ساعات على الدواب ولا مشي على الاقدام؟ لا على الدواب. 3 ساعات على الدواب. في انو جهه طبريه بالنسبه لكم؟ منا للشرق. شرق شمال طبعا، مش شرق. للشرق للشمال. شرق شمال. نعم. طيب الان بدي توصف لي، بدي ارجع فيك لصنوريا ولام العلق وبعدين ننتقل لمعذر. ام العلق اللي عشت فيها حوالي 10 سنوات. ايوه. الارض كانت وعري ولا ارض سهل؟ يا والله وعره. وعري. بيها سهل وبيها وعر. ومرتفعة كانت ولا منخفضة؟ بيها منخفضة وبيها معتلة. طيب وسنوريا كيف كانت اللي مبني عليها البيوت، الأرض اللي مبني عليها البيوت؟ سهل سهل. كانت سهل. سهل. طيب معذر نفسها، قرية معذر اللي احنا سميناك عليها. معذر كان كيف تضاريسها؟ هل كانت يعني جغرافيتها انه فيها وعر وفيها سهل ولا كانت كلها والله سهل؟ البلد سهل. البلد سهل. والأراضي اللي حواليها فيها وعر. بيها وعر، بيها وعر وبيها سهل. نعم. طيب معذر انت بتتذكرها منيح عمي ابو عمر. بتذكرها منيح. حوالين معذر كان في وديان؟ في وادي منها للجبل. وادي منها؟ اقولوا الوادي الشوبر. هذا وادي من من الجبل ولا من الشرق كان؟ من الجبل. جبليها. وادي الشومر. هذا وادي الشومر قريب عليها، ملاصق ولا بعيد عنها؟ لا ملاصق لها ومد للجبل. للجبل. يعني هو يعني جاء من الشرق ولا جاء من الشمال؟ لا والله ما ادري منين جاي، شفته وادي. وادي. طب في ماء كان؟ في وادي، في مي. صيف شتاء في ماء ولا بس بالشتاء؟ لا والله صيف شتاء في مي. معناه في في نبع يعني؟ في نبع، نبع. شو النبع اسمه اللي كان موجود نبع فيه؟ نبع يقولوا البير، بير بير. بير مين؟ بير بير معذر. بير معذر. هذا البير كان لشخص معين ولا لأهل البلد كله؟ لا للبلد كلها، هذا بلد للبلد كلها. للبلد كلها. والناس كانوا يردوا على هذا البير؟ والله قليل اللي يردم بير بعض بالبلد يردم عليه. في بير بالبلد. طب غير وادي الشومر هل كان هناك أودية أخرى؟ والله ما بي البعيد بعيد عنه. من أنو جهة؟ من الغرب. من الغرب، شو اسمه هذا الوادي؟ والله وادي الشومر يقولوا له، ما ادري وادي ايش. لا وادي الشومر قلت لي من الجنوب. انت هذاك وادي، وادي انا عارف وادي. اما بتعرف اسمه؟ ما اعرف اسمه. نعم. طيب انت في معذر عمي ابو عمر كان في كوبانيات حواليكو؟ بينا للشرق. منكو للشرق. طب للغرب كان في كوبانيات؟ بعيد شوي عنا، كوبانيات. طيب الان بدك تعطيني اسماء الكوبانيات وتحكي لي هذول شرق ولا غرب ولا جنوب ولا شمال. في كوبانيه للشرق، هذا البنا الجديد. شو اسمها؟ انا عارف شو اسمها. وفي للغرب هذه كوبانيه شعريت يقولوا لها. شعريت اللي هي شعاره؟ من شعاره يقولوا لها شعريت. هاي وين، غربكم ولا شرقكم؟ منا للغرب. غربكم. كبانية الحدثي كان في كبانية الحدثي؟ لا ما بيها. طيب طب في شعارة وفي شعريت؟ هي شعريت هي من شعارة، عملها من شعارة سموها شعريت. نعم. وغير هيك كبانيات شو في؟ من غربيها بعد يقولوها مسحة. كبانية مسحة غربيكم كانت. هاي مسحة قديش بعيدة عنكو؟ والله بيطلع 3 ساعات. 3 ساعات مشي؟ مشي. مين مختارها كان مسحة؟ والله عارف، ما أنا عارف مختارها يهودي. يهودي ما بتعرف اسمه؟ ما عارف اسمه. طب في كان
سنور يا مي مش كانت على الخط الرئيسي؟ لما بتطلع من سنوريا وبتشرق للشرق، شو الكوبنيات اللي بيلقوها بتمر عنها؟ يما وبيت جن. يما وبيت جن. والمستوطن الثالثي؟ سنوريا ريت. لا، في مستوطن ثالثي غير يما وبيت جن وسنوريا. الملاحة. ريت بعيد سرد الملاحة. حصى البحر. كيف؟ حصى البحر السرد. يعني قريبة من بحر طبرية قصدك؟ يم شط عشط. شو اسمها هاي اللي عشط؟ الملاحة. الملاحة. طيب الآن معذر، بدنا نأخذ حدودها من القرى العربية، يعني شو من شمالها معذر قرى عربية؟ من شمالها؟ شمالها سنوريا. سنوريا وشعريت. شعريت. بس هذول. طب شرق عرب، شو في قرى عربية من الشرق؟ الحدث. الحدثي. وغربكو؟ غربنا ما فيها غير اليهود ربينا. المستوطنات. المستوطنات. طب بعد المستوطنات شو بيجي؟ احنا سرج المستوطنات. لا يعني انت لما يعني تروح باتجاه الغرب وتقطع المستوطنات، شو بيجي عندك قرى عربية؟ نجي على الحدثة. لا، عسرين. الحدث يا عمي هاي بالجهة الشرقية. عسرين. لا أنا بحكي لك على الجهة الغربية. غربية لا، ما في غربية يهود. غير اليهود في عربان، شو اسمهم؟ لا غير الصبيح. أيوة الصبيح. عرب الصبيح هذول من الغرب. الغرب. من الجنوب؟ ما في الجنوب. فيش قرى عربية؟ لا في. طب أقرب قرية عربية لكم من الجهة الجنوب؟ صبيح. لا صبيح من الشمال من الغرب. كفر مصر بعيد عنكو والطيري؟ والله بعيدين. بعيدين عنكو هذول؟ بعيدين حوالي 4-5 ساعات. نعم. طب الآن بدي أسألك عن الكوبانيات، عفوا، عن علاقتكو بالكوبانيات والمستعمرات. يعني بدي أسألك كيف كانت علاقتكو مع اليهود قبل الحرب؟ والله علاقتنا مهي مليحة احنا وياهم. ما كانت جيدة؟ لا ما هي مليحة. ليش؟ طب يعني شو السبب انه ما كانت علاقات ودية بينك وبينهم؟ والله هو احنا ما نبلش بيهم وهم ما يبلشن بينا. نعم. بالتالي صار يسووا علينا بعيس. شو يسووا عليكم يعني؟ ايش يعني؟ بدوا يقتلونا هم. طب ما بتتذكر انك انت يعني ما كان لك صديق منهم؟ والله ما لعب معاهم. ما لعب، ما اشوف، ما اروح عليهم. من مره؟ من مره. طيب يعني ما كانش في تعاون تجاري مثلا او زراعي؟ انا وياهم ابدا ما في شيء. ما كانوا يعني بعض ال هذول حتى ما يفهموا عربي، اكثرهم ما يفهم عربي. لا انا عم بحكي عن اليهود الشرقيين اللي كانوا يهود عرب موجودين. العرب كانوا بيحتم. كنتوا تحكوا انتوا وياهم؟ ما يحتم. طب كانوا يشتروا منكم ويبيعوكم مثلا؟ ابدا، احنا ما نبيعهم ولا هم يبيعونا. نعم. طيب بدنا نرجع لمعذر عمي ابو عمر. كيف كانت الطرق في معذر، الطرق الداخليه؟ لا ما في طرق. الطريق ما هو مزفت، ما هو شيء. طرق ترابيه كلها. ترابيه. طب اقرب طريق لكم رئيسي وين كنتوا تروحوا؟ اذا بدك تروحوا للناصري او بدك تروحوا لبيسان او لطبريه؟ الطريق من عند سنوريا يروح على طبريه، على بسان، على القرى كلها. يعني اذا بدك تسافر لبعيد لازم تروح لسنوريا. نروح على. كان فيها محطه باص يعني؟ لا ما بيها، بس تقفوا على الشارع. طريق مليح. طب كان في باصات ولا سيارات اللي بتشتغل على الخط؟ باص. شو اسم الشركه اللي كان يشتغل عليها الباص؟ ايجد. باصات ايجد. ايوه. هل كان في سكه حديد قريبه منكم؟ لا ما كانش. وسائل النقل بينكم وبين القرى، كيف كنتوا تتنقلوا من القريه تبعتكم من معبر الى القرى المجاوره مثلا؟ والله يا سيدي كل واحد عنده دابه، عنده هذا يتنقل عليه. نعم. دواب عندنا. طب الآن راح أسألك عن القرية، قرية معذر.
هل كانت القرية مقسمة إلى حارات عمي أبو عمر؟ والله بيها حارتين، حارة قبلية وحارة شمالية. حارة القبلية وحارة الشمالية. أنت كنت تابع لأنو حارة؟ للشرقية. للشرقية. إذا في حارة شرقية وفي حارة غربية. وفي شمالية وفي جنوبية. طيب بتتذكر لي العائلات أو الحمائل والعشائر اللي كانوا بيسكنوا معذر؟ والله بيهم زووية، يقولون زووية. زووية نعم. وبيهم مخلطين، والله ما عارف اسميها، عارف زووية. زووية ناس. أيوة. والمحمدية؟ محمدية للغرب للشرق. موجودين يعني؟ موجودين. هل كان في عائلات أخرى؟ بي كثير. حافظ أسماء العائلات؟ والله ما عارف أسميهم، ما عارف أسميهم. طب احنا بنعتذر عمي ابو عمر لاخواننا المشاهدين في حال انه عمنا ابو عمر نسي اسماء هاي العائلات او الحمائل والعشائر اللي كانت تعيش في معذر. ابو عمر اذا تذكرت اي عشيري اثناء اللقاء قل لي انه والله انا تذكرت العشيري الفلانية. والله ما اعرف. اذا تذكرتهم. ما اذكرهم. نعم. ما غشيم عنهم، ما اروح عليهم. ايوه. طيب مختار البلد مين كان عندكم في معذر؟ مجاري. ايه؟ واحد يقول محمد المجاري. محمد المزاري؟ واحد ابو راس يقول له علي ابو راس. علي ابو راس. محمد المزاري ولا المقاري؟ المقاري وابو المجاري واحد، كلهم واحد. مختارين سنة. مختارين. مين الاول كان؟ سنة المجاري. المزاري. بعدين سنة ابو راس. يعني هذا ابو راس كان مساعد له ولا مختار كان؟ لا مختار. طب هذا المزارع على انو حارة كان مختار؟ المقاري عفوا. من الحارة القبلية. الحارة القبلية. وآلي ابو راس؟ للشمالية. للشمالية. عيلكم المشارقة كنتوا كثار في معذر ولا قلال؟ يطلع عشر خمس ست بيوت. خمس ست بيوت. طيب محمد المزاري او المقاري. مجاري. محمد المقاري وعلي ابو راس هل كان عندهم مضافات؟ عندهم. كان عندهم مضافات؟ كل واحد عنده مضافة. وين كانت مضافته محمد المقاري هذا؟ من الجبل. الجبل. كيف كانت مبنية؟ من ايش مبنية؟ والله بلبن. بلبن. مد الحجر لبن. وسقفها؟ خشب. خشب. وعليها اسمنت ولا طين؟ لا طين. خشب ما في ناكل. ايوه. وعلي ابو راس؟ علي ابو راس بعد مثله. نفس الشيء. كان عندهم نواطير لهي المضافات؟ هل كان في نطور مضافة ابو المقاري؟ طبعا عنده اولاد اخته. مثل نعم النواطير اللي عنده. مضافاتهم كانت كبيرة؟ والله منيح تطلع خمسة بخمسة. هيك شيء. هاي شيء. يعني قد الغرفة تقريبا. عندي قد الغرفة. نعم. طب في معذر عم ابو عمر هل كان في هناك عائلات مصرية مثلا؟ مصاروي، هل كان في مصاروي؟ لا ما في، ما شفت. ما كانش في مصاروي. طيب هل كان هناك في معذر مكان مميز مثلا زي شجرة كبيرة أو ساحة بيجلس عندها شباب القرية أو كبار القرية؟ زيتون وتين. لا شجرة كبيرة موجودة بنص البلد مثلا؟ ما في. ولا في ساحة ولا أي معلم؟ ما في. مميز مثلا؟ بير هناك بسط البلد والناس تروح وتجي عليه. كان في عندكم آثار في القرية؟ آثار؟ لا والله ما في. آثار تاريخية مثلا، آثار رومانية أو بيزنطية أو إسلامية؟ ما في. ما كانش فيه ما في آثار. ولا خرب قديمة مثلا؟ ولا خرب قديمة. بي خرب قديمة للجبل يعني. طيب الآن راح نتكلم عن الحالة التعليمية في معذر. هل كان فيها مدرسة معذر؟ والله فيها خطيب، مدرسة كبيرة ما فيها خطيب. يعني خطيب في جامع؟ بالجامع وقري هالولاد. كان فيها جامع؟ بيها. طب انت هل درست في اي مدرسة؟ ما قرأت في مدرسة ولا مدرسة. ابدا. طب الخطيب اللي كان فيها معذر منين هذا، شو اسمه؟
محمد الهادي قلت لك. محمد الهادي. محمد الهادي كان مؤذن. مؤذن وخطيب. وخطيب. الأولاد. مدرس الأولاد. المسجد هو وين كان موجود في البلد؟ في وسط البلد. في وسط البلد. وسط البلد. وهذا الخطيب كان موجود في وسط البلد يدرس الطلاب. من وسط البلد الخطيب ما هو من البلد. طب في غيرها حدا غير هالمدرسة هاي في كان؟ لا ما في هناك. طب طلاب البلد هل كان طلاب يروحوا لقرى ثانية يدرسوا؟ لا والله كلهم بالبلد. كلهم في البلد. حافظ أسماء من اللي درسوا؟ هل لك إخوان درسوا؟ والله ما أنا أنا قسيمي هناك جيت قسيمي هناك أنا جيت جديد هناك. طب هاي المدرسة أو عفوا بما أنه ما فيش مدرسة ومسجد الآن فقط كان الخطيب في هاي المدرسة. طب أسماء طلاب من اللي درسوا عند الخطيب حافظ أسماء من الطلاب؟ والله ما أنا ما قلت لك ما ما شفت حدا. ما كنت تدخل فيهم؟ ما تدخل فيهم. طب من أهالي معذر اللي كان يطلع بده يطلع يكمل تعليمه وين كان يروح يكمل تعليمه؟ والله مش عارف مش عارف مش مش ما يروح عن بالقرم بالبلد. يعني يعني الخطيب كان يدرس مثلا للصف الرابع للصف الثالث؟ لا للصف الرابع للثالث خلص. ما يطلع على المدن يدرس هذا؟ ولا يطلع ولا شيء. ما كانش يطلع؟ ما يطلع ناس فقيرة كانت. طيب ما كانش إلا هذا الخطيب اللي كان يدرس؟ بس هو. شو اسمه هو قلت لي أنت؟ محمد الهادي. محمد الهادي هذا هو المدرس الوحيد في القرية كان. درس وإمام. يعني هذا المدرس أيضا كان يدرس يعني كل الطلاب يدرسهم كل المواد؟ درس ما هو يدرسهم. نعم. البنات كان لهم نصيب في الدراسة عندكم في معذر؟ ما لا ما في. ما كانوا يدرسوا البنات؟ ما شفت بنات تدرس. طب نتكلم عن المسجد عمي أبو عمر. هل كان في كنيسة عندكم في البلد؟ لا. إلا مسجد؟ لا. المسجد اللي كان في البلد مسجد له قبة وميدان ولا بس غرفة؟ لا والله لا والله غرفة ميدان ما له. ما له ميداني؟ لا ما له. طب خلينا نتكلم عن هذا المسجد. إذا ما له ميدانة، له ميدانة؟ لا ما لهوش ولا له قبة. ما ولا قبة. ما لهوش قبة. مين كان الإمام تبعه؟ أقول لك محمد الهادي. محمد الهادي. محمد الهادي اللي هذا نفسه المدرس؟ هو المدرس هو إمام. يعني هو كان مؤذن وإمام بنفس الوقت. المسجد هذا تقريبا سعته قديش لما بيمتلئ؟ يعني كم شخص بيسع؟ نفس الوقت 70-80 شخص بيسعله 80 شخص. آه. نعم. طيب كان عندكم مقامات لأولياء لشيوخ صالحين مثلا؟ لا ولا أي مقام؟ ولا زي مقام الخضر الأخضر ومقام ما في. ما كانش عندكم مقامات؟ لا. طب زوايا وتكايا عارف الزاوية؟ الزاوية هذه اللي حطوها الفقراء بيها؟ لا ما في. ما في. طبعا لا في زوايا هاي بتكون يعني دور للتعبد. أقول عارف للتعبد ما في. ما فيش زاوية يعني. ما في. طيب دق العدي كانت موجودة عندكم عم أبو عمر؟ لا. دق العدي؟ لا ما في. سمعت فيها دق العدي والطبول والصنجات وال... سمعت ما في. ما كان يدقوا العدي اهل معذر؟ ابدا. طيب نتكلم عن الوضع الصحي. انتوا لما كان يمرض منكم شخص وين كنتوا تتعالجوا؟ طبريه. على المدينه؟ على المدينه. طبريه فيها مستشفى كان ولا مركز صحي عياده؟ والله فيها مستشفى وفيها عياده. حافظ اسم المستشفى اللي بطبريه؟ فيها مستشفى عربي وفيها مستشفى يهودي وفيها مسيحي والله. نعم. طيب في حالة مرض أحدكم في قرية معذر وين كان يتعالج هذا الشخص؟
بيها يا بطبرية يا بن نصرة، يا بطبرية يا بن نصرة وعن نصرة. أيوة. طيب طبرية أو الناصرة، عندكم في البلد ما كانش حدا مهتم في العلاج العربي مثلا في الأعشاب؟ ما في، ما كانش حدا في البلد. لا. طب ما كنتوا تضطروا انكم تروحوا تداووا وتتعالجوا في المستعمرات أو المستوطنات؟ لا ما نروح، ممنوع ما نروح على اليهود. نعم. طيب المستشفى هذا اللي انت عمرك زرت المستشفى اللي في طبرية؟ كثير اروح عليه. الممرضين اللي فيه عرب ولا انجليز؟ لا والله عرب وانجليز. عرب وانجليز. انجليز. كانوا موجودين. مين مدير المستشفى كان؟ والله ما اعرفه، انا تقوست ودخلت بي قعدت 10 ايام. تقوست؟ انا تقوست هذا قبل الهجة؟ قبل الهجة. كم سنة قبل الهجة بكم سنة؟ يطلع 5-6 سنين، مش كثير. تحكي لي قصة صوابك؟ شو اللي صار معك؟ والله أنا بالطريق والإنجليزي قلب الفرد وطخني. صار مسحية وإنه وقع صار مسحية. وين طخك؟ وين كانت إصابتك؟ أنا طخ. في خصرك كانت؟ لا أنا جاب الحبر. أيوة. طب مين اللي أنجدك وأسعفك؟ احنا المغفر قدامنا، كان عندنا منطقة 200 متر المغفر عندنا. وين هذا المغفر؟ في أنو قرية كان؟ مغفر من شرق طول كرم. شرق طول كرم. مين اللي نقلك على المستشفى وقتها بتتذكروا؟ هو جمع يركضهم، هم شافوني من قبالهم طخيت. جمع يركضهم. ولاد عرب وما هم انجليزي. طيب الان انا ما زلنا في العلاج عمي ابو عمر، واسالك عن موضوع الجباره عندكم في البلد. في اللحظه اللي بينكسر شخص مثلا، هل كان عندكم اشخاص يعني مشهورين في جباره الكسور؟ لا والله ما في. ما في. بسرير واحد يجبر. شو اسمه هذا اللي بسرير؟ والله ما اعرف اسمه. ما تتذكر اسمه. طيب الداي في البلد مين كانت عندكم في البلد تولد؟ والله ما اعرف ما دخل به. طب انت كنت متزوج في معذر؟ متزوج. طب ما خلفت عيلتك في معذر؟ ما خلفت، خلفت بنت. طب مين الداي اللي جبت لها اياها؟ منين جبت الداي؟ والله ما اعرف الا حالها جاء. ما تعرفها اسمها؟ ما اعرف. طيب الطهور مثلا المطهرين، هل كان من اهل البلد المطهرين عندكم طهروا الاولاد ولا من؟ لا من برا. برضو ما تعرف مين هو المطهر؟ انا واحد مصري كان يجي. يجي من مصر؟ يجي مصري. طب هذا كان ياخذ اجاره مباشره ولا على الموسم ياخذ؟ لا يا اخي اجاره ما بساعته يا اخي. ايوه. شو كان ياخذ اجاره ايام؟ والله مش عارف. ما تتذكر؟ مش عارف. نعم. اما انكم تروحوا تتعالجوا في الكبانيات في زمان ما كان هذا الشيء موجود عندكم؟ ما كان موجود، كان ما كان صلح احنا وياهم. كان صلح احنا واليهود. مو اول كان صلح ما يعني كانوا مواطنين عاديين. جزء منهم الشرقيين خاصة. كويسين كانوا والله ملاح. قبل ما يصير الحرب. قبل صار الحرب بعدين هم العالم واحنا الحالم. طب قبل الحرب كنتوا تتعالجوا عندهم في الكبانيات؟ قليل. عمرك تعالجت انت؟ لا عندهم ما تعالجت. ما رحتش ولا على اي عياده؟ تروح على طبرية يعني. تروح على طبرية. طب نتكلم عن المياه عمي ابو عمر الان. معذر ما كانت مربوطة بشبكة مياه، هل كان فيها شبكة مياه؟ عندها بير. في بير؟ بير كده. وين موجود البير هذا كان؟ في وسط البلد. في وسط البلد. طب هذا البير كان عليه خزان معمول؟ ولا خزان ولا شيء، بير دلو بحبل ينشلم المي. ينشلوا منه. ومين كان يرد عليه، الرجال ولا النساء؟ لا نساء ورجال. ورجال. والحلال وين كان يرد؟ يدلم لي من مغربيهم بنهر هناك يروح عليه الحلال. على النهر؟ شو اسمه هذا النهر؟ على الوادي؟ الوادي. على وادي الشومر؟ آه. طيب
طب هذا البير كان يعني طول السنة يعني بالصيف كان قوي وبالشتاء قوي ولا كان يضعف بالصيف؟ لا والله هو والله ما أعرفه عنه والله ما شفته بس يقول هذا بير. آه أنا ما رحت عليه. طب المي منين كنت تجيبوها أنتم مثلا إذا ما كنت تروح على البير؟ مين كان يجيب لك المي؟ عندنا عين كان. كان عندكم عين؟ عندنا عين. شرق البلد. شرق البلد. شو اسمها العين؟ عين المغر يقولوا لها. عين المغر؟ آه. هاي كيف كان مبنية يعني عليها إشي ولا؟ ولا ما إشي ولا إشي تنبع من هالخص من هالبلاطة. نشرب منها. تشربوا ويشرب الحلال. آه. طيب هل كان في عيون تاني غير هاي غير هذا البير؟ لا والله ما في. شو اسمها مرة ثانية العين تبعت كل عندكم؟ عين المغرة. عين المغرة. آه. وبير البلد. آه. عيون تاني حوالين البلد ما كان في شيء؟ لا ما في. ما كانش في عيون؟ لا ما في. طيب ما كنتوا تبنوا مثلا ما كانش في ابار لتجميع المياه الامطار مياه الامطار؟ لا ولا برك كبيره مثلا؟ لا ما في. ما كانش في برك؟ ما في. انتوا بالنسبه للاناره عمي كيف كنتوا تضوا حالكم في البيوت؟ ايش الضوء؟ شو الضوء اللي كنتوا تستخدموه؟ قنديل. قنديل. سراجات كان موجودة عندكم؟ آه في سراجات بدور سراجات. آه. والبيوت بقنديل. في زجاج القنديل؟ آه في. وزجاج نمرة 4 كانت موجودة عندكم؟ آه موجود. موجود؟ آه موجود. منين تحصلوا الكاز؟ هو من السركس هناك السركس عندهم. نجيب من عندهم. خربة السركس؟ آه. وين كانت هاي بالنسبة لكم؟ منا للغرب. يعني هاي قريبة على المستعمرات؟ لا والله بعيد يعني منيحة مش كثير. اه هذول السركس قرية كانوا؟ اه قرية وبعدهم بالبلد. وبيوت معمرين كانوا؟ اه بيوت كويسة عندهم. لهسه بعدهم هناك. بعيدين عن كفر كما هذولا؟ هم كفر كما نفسهم. اه هم كفر كما. السركس كانوا في قرية كفر كما؟ اه هم يقولوا له كفر كما. ايوه. طب هذول السركس شو اصلهم هم هذول؟ يعني شركس ولا سركس؟ سركس. منين اجوا؟ من انو بلاد هذول اجوا؟ هذول من تركيا جايين. اه. وهم اللي بنوا هاي القرية؟ اه هم بنوها. كان في عندهم دكاكين في البلد؟ اه فيهم. طيب اهل معذر كان في عندهم دكاكين؟ فيهم دكاكين اثنين ثلاثة. كم دكان؟ ثلاثة؟ يعني ثلاثة جوز. حافظ اسماء اصحابها؟ والله ما حافظ، ما تشوف، ما روح عليهم. ما كنت تشتري من عندهم؟ ما اشتري من عندهم. طيب منين تشتري كنت انت؟ اشتري من السركس. بتروح على كفر كما تشتري؟ اه من كفر، اه يا من طبرية. يا من طبرية. طب حافظ اسماء اصحاب الدكاكين اللي في السركس كفر كما؟ والله ما انا حافظ. ولا صاحب دكاني؟ والله نسيت شو اللي بيهم. شو اللي بيهم؟ نعم. شدنا بالدكاكين راحت الدكاكين. ها طب كان في عندكم راديو في البلد؟ والله ما في. ما وصلكم الراديو؟ ما وصلنا. في معذر كلها ما كان عند المختار في معذر ما كان راديو؟ والله جوز عنده وجوز ما عنده، ما لي خلاطه مع المختار. اه طب انت مش كنت مساعد المختار؟ وين كنت مساعد المختار؟ كنا بطيب صنوية مساعد المختار، لكن عند هناك ما تركت المخطرة في معذر. تركنا. طب انتو يعني في معذر قلت لي اشتريت اراضي كنت تفلح وتزرع. اه. طب اللحم هل كان في لحامين يبيعوا في معذر ولا تروحوا انتو تذبحوا من عندكو؟ والله عندنا ما نذبح ونشتري من السركس، نروح اذا بدنا اللحم نشتري من السركس. من السركس؟ ها. مش حافظ ولا اسم واحد فيهم؟ لا انا حافظ. طيب حلاقين مثلا هل كان في حلاق عندكم في البلد في معذر؟ في واحد حلاق. منين كان يجي هذا؟ من اهل معذر نفسه؟ من اهل معذر. شو اسمه هذا؟ اسمه يقولوا له ابو الحواس. ابو الحواس؟ ها. من اهل معذر. آه. يجي يحلق عندكم ولا انتم تروحوا عنده؟ هو يجي لعندنا يحلق كل بيت ببيته يحلق ياخذ له ربع قمح. بنفس اليوم ياخذ ولا على الموسم ياخذ؟ لا على الموسم. يحلق يعني طول السنه. اه
وعلى الموسم ياخذ قد ايش؟ ربعيه؟ ربعيه قمح، ساعة قمح كل واحد له وروته يعطي. يعني حوالي 10 كيلو قمح. عم ابو عمر انت لما كنت تروح تشتري من الدكاني كنت تدفع فلوس ولا تبدل قمح وبيض؟ لا والله بتاع فلوس. كنت تدفع فلوس؟ طب انتوا الخبز تبعكم في 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 قريه معذر كيف كنتوا تخبزوه؟ كان في افران ولا طوابين؟ نخبز على الصاج. على الصاج؟ الصاج نخبز على الصاج. نعم النسوان يخبزن على الصاج. على الصاج. اما ما كان في طوابين عندكم؟ لا بالقريه نفسها في معذر كان في طوابين. طب انتوا كنتوا يعني بنيتوا شرق معذر مثل ما انت ذكرت لي، بنيت بيوت طين وحجر. طب معذر قديش كانت بعيدة عنكم تقريبا؟ حوالي نص ساعة، أقل من نص ساعة. أقل من نص ساعة؟ أقل. طيب الخبز تبعكو الطحين كان طحين ذرة ولا طحين قمح؟ لا طحين قمح. ما كنتوا تخلطوه مثلا؟ والله في ناس تخلطوه وفي ناس طحين قمح. طب الكردوش أكلته؟ أكلناه كثير كثير. وين يعني انت كنتوا تخبزوا الكردوش في البلد عندكم؟ نخبزه على ايش؟ على الصاج؟ ما يزبط على الصاج. الصاج الصاج الكردوش على الصاج كان يزبط. طيب بالنسبه لملابسكم الخياطه مثلا الخياطين، هل كان في خياطين في معذر ولا تروح على طبريه؟ لا المعذر في خياطين. مين الخياطين اللي تتذكر؟ ما اعرف. خياطات مثلا؟ ما اعرف، قلت لك ما اعرف. ما تتذكر اسمائهم؟ طيب سكة الحراف انتو وحذو الخيل وين كنتوا تحسموا سكة الحراف؟ بالسركسنا. على السركس. في حدا مشهور بالسركس بتتذكر وكنت تروح تحدي عنده؟ في واحد يقولوا له البطار. البطار؟ اسمه البطار ولا في له اسم ثاني؟ لا اسمه محمد البطار. محمد البطار. شو كان يعمل هذا الزلمي؟ كان حداد ويحذي الخيل. ويحذي الخيل. وحداد. وحداد. كان يجلق سكاكين ايضا؟ يجلق. طيب هل كان عندكم بوابير الكاز كانت موجوده عندكم في البلد؟ لا قليل 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 بوابير قليل. الكاز. هل كان عندكم انتم في البيت بابور كاز؟ عشان انت كان في مصلحين بوابير عندكم في الحاره ولا في لا المنطقه؟ لا يجب ناس دواره. دواره. نعم. طب مبيضين الطناجر والصحون النور، هل كانوا يجوا لعندكم نور؟ يجونا من الناصرة. من الناصرة. تتذكر اسمهم اللي يجوا هذول مين هم؟ يقولوا قوم الزهر. قوم؟ الزهر. قوم الزهر. هذول نور؟ لا نصارى. نصارى، مش نور. لا نصارى. كم يوم يقعد عندكم في البلد؟ يقعد يومين ثلاثة، عهوى النحاس، ربما نحاس. نعم. عهوى النحاس. ويأخذوا فلوس مباشرة ولا على الموسم؟ يأخذ لا والله يأخذ فلوس. مصاري ولا قمح؟ لا مصاري يأخذ. مصاريه. طب أنتوا في المنطقة اللي أنتوا كنتوا ساكنين فيها اللي هي شرق معذر، هل كان لها اسم عمي أبو عمر؟ شرق يقولوا لها المغرة. المغرة. يعني هاي المنطقة اسمها المغرة؟ اسمها المغرة وليها بيها ترابة بيها حمراء. ترابة حمراء. سموها المغرة. بس انتوا تابعين لمعذر؟ تابعين لمعذر. لأراضي معذر. كنت تروح على البلد كثير انت في معذر؟ قليل قليل اروح. قليل ما لي شغل بيها. طيب انتوا في هاي المنطقة اللي هي المغرة لما يكون عندكم وقت فراغ ما عندكم عمل شو النشاطات اللي كنتوا تمارسوها؟ هل كان في العاب معينه؟ هل كان يلعبوا الشده؟ ما عندنا شده، في حدا يعمل شده هناك؟ ما في شدات. طب شو يسلون الكبار؟ كيف كانوا يسلوا؟ يسلم بالطرش تبع كل واحد سارح مع طرشته. ولا يسلم. طب ما كانوا يلعبوا زهر ولا منقله ولا شو معرف بالزهر وال ما يعرفوا هالشغلات ولا السيجي؟ ابدا. طيب الأطفال شو نسوي لهم؟ الأطفال شو كانوا يلعبوا عندكم؟ والله ما أدري شو يلعب، أنا عارف شو يلعب.
ما تتذكر الأطفال شو يلعبون؟ والله ما أتذكر. ما تتذكر الأطفال شو يلعبون؟ ما ساقق معانا، ما ساقق معهم. أه؟ ما أروح عليهم ولا يجم علي. لا، وأنت طفل هناك شو كنت تلعب؟ ستة وستة ألعب، ما ستة ألعب. تسلم. يا الله. طب عمي ابو عمر كان يجي حكواتي عندكم يحكي قصص عن ابو زيد الهلالي ويسلي اهل البلد عندكم؟ لا ما كان يجي. طب النور كان يجوا على البلد مثلا يعملوا نشاطات؟ كثير كثير. شو يعملوا النور بس يجي عندكم؟ يجي يلعبوا مع العود وياخذوا لهم كل واحد قرشين. على العود وياخذوا قرشين. هل كانوا يمشوا على الحبل مثلا يجوا يعملوا نشاطات؟ لا. مع الربابة. على الربابة. كان يقرأوا البخت مثلا أو يدقوا الشام والخال؟ لا لا لا. مين اللي كان يدقوا لكم الشام والخال؟ ما حد يدق الشام والخال. عندكم ما كانش حدا يدق؟ لا. طيب الآن عمي رح نأخذ استراحة ونتابع فيما بعد. الله يعطيك ألف عافية. ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج محمد نهار كنهوش مشارقة أبو عمر من قرية معذر قضاء طبرية، وهذا الجزء هو الجزء الثاني من هذا اللقاء. عمي أبو عمر، أنتوا المنطقة اللي أنتوا كنتوا بتعيشوا فيها هي شرق معذر، وكنتوا تابعين لقرية معذر، وكنتوا تهتموا بالرعاية والزراعة. يعني كان في عندكم حياة البداوة وحياة الزراعة. الآن يعني في هذا المكان اللي أنتوا كنتوا بتعيشوا فيه، تعطيني الأماكن الزراعية اللي أنتوا كنتوا بتزرعوها؟ من سهل. في أنو منطقة بالنسبة لكم كانت؟ شرق معذر ولا؟ لا، شرق معذر. شرق معذر. هل في أسماء للأراضي اللي كنتوا بتزرعوها؟ ما عارف أسميها، أنا عارف أسميها، ما عارف أسميها. طب مساحات الأراضي اللي كنت بتزرعها، كم دلم كنت بالعادة تزرع بالسنة؟ عليها 100 دلم. 100 دلم؟ أي شيء. طب شو أهم المنتوج الزراعي اللي كنتوا أنتوا بتزرعوه؟ قمح وذرة. قمح وذرة. هذا الطويلة تصير. إذا كانت القمح العنصر الأساسي في الزراعة. طيب غير القمح والذرة؟ عدس. وعدس. شعير. نعم. هذا الرحم. عدس وشعير. طيب. بيادرك وين كانت موجودة أنتوا في المنطقة اللي أنتوا كنتوا عايشين فيها؟ شرق معذر. شرق معذر. يعني كانت قريبة عليكم البيادر؟ قريبة. طيب شو مساحتها البيادر تقريبا كانت؟ والله بلد ديهم شو مساحتها ولا شيء. يعني كم دلم تقريبا؟ يطلع 20 دلم البلد. 20 دلم البيادر؟ البيادر معذر. طب بيادر معذر كانت قريبة عليكم؟ قريبة. يعني انتوا بيادركم بيادر مع بعض معذر مع بعض؟ احنا لحال عجنب، احنا عجنب عجنب. طب انتوا يعني كم عائله كنتوا ساكنين في هاي المنطقه تقريبا؟ احنا كنا مشارقه. ثلاث عيال. ثلاث بيوت يعني فقط؟ ثلاث بيوت يا اربعه مش عارف. وبانيين بناء عادي طين وحجار؟ طين وحجار وبيت شعر. وفي بيوت شعر. طيب هل كان في بساتين عندكم في المنطقة اللي انتوا عايشين فيها؟ لا ما في. طب اهل معذر كان في عندهم بيارات وبساتين؟ ما في بعد، ما في عندهم. ما كان عندهم بيارات وبساتين؟ عندهم شوية زيتون. بس. اما حمضيات، برتقال، تفاح؟ ما في عندهم. حتى اهل معذر ما كان عندهم هذا الشيء؟ ما عندهم. ما عندهم. طيب انتوا في عملية الزراعة عمي ابو عمر، في زراعتكم انتم في الاحراثي واهل معذر، هل كنتوا بتستخدموا اساليب حديثه مثلا؟ هل كنتوا تجيبوا التراكتور ولا على الخيل؟ لا، على التراكتور، على الخيل وعلى البقر. ما كان في تراكتورات؟ في عند اليهود. عند اليهود؟ عندنا ما في. ما كانش في تراكتورات؟ لا. طيب شجر زيتون كان فيه بكثره عندكم في المنطقه؟ كل واحد عنده 10 شجرات، 5 شجرات. انتوا عندكم في المنطقة، شو اسم المنطقة انت ذكرت لي اياها؟ المغرة. المغرة.
المغرة. هاي المغرة خربي يعني؟ عين 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 يسموها المغرة هناك. عين المغرة. وانتو كنتوا عاملين بيوتكم حوالين العين؟ نشتري الارض اللي عند العين والعين اشتريت انني. اشتريت انت؟ من مين اشتريتهم؟ من الحدثة. يعني صاحبهم شخص موجود بالحدثة؟ هجاوي هذا ولا زعبي؟ هجاوي. هجاوي. بتتذكر اسمه هذا اللي اشتريت منه؟ والله ما اتذكر اسمه. كم دلم تقريبا كانت هاي القطعة؟ القطعة حوالي 20 دلم. 20 دلم. الأرض مع العين. العين. كم اشتريتها تقريبا؟ والله ما عندي قديش، والله نسيها يا حبيبي. نسيها. والله نسيها. طب قشان الأرض هاي معك موجود؟ نعم. القشان موجود معك؟ مرة واقف يا عمر. يعني موجود القشان لغاية الآن؟ محتفظ فيه؟ طب راح ناخذ له صورة بعد اللقاء، راح نصور القشان هذا. طيب انتوا في منطقة المغرة هاي كان في اشجار زيتون عندكم؟ لكم شجر زيتون؟ ما في. ما كان عندكم شجر زيتون؟ الا اهل معضر عندهم زيتون. بس اهل معضر. طيب اهل معضر وين كانوا يعصروا الزيت الزيتون اللي حصلوا الزيت منه؟ والله ما شاء الله ما في شيء للاكل يسووهن. ما يعصروا ما يجيبوا الزيت؟ ما يجيبوا زيت. ما في. طب القمح انتو في لما المحصول تبعكو وين كنتوا تطحنون قمح؟ جمالة من الناصرة ياخذوه. جمالة من الناصرة؟ ياخذوه وين؟ يشتروه منكو؟ يشتروه وياخذوه تاجرًا به. طب انت لما كنت بدك طحين بدك تروح تطحن وين كنت تروح تطحن؟ بالسركس. تروح على السركس؟ في بابور طحين كان بالسركس؟ بابورين. بابورين. تتذكر اسماء اصحاب البوابير؟ واحد يقولوا له سعيد الشامي، واحد يقولوا له اسعد زكريا، والثاني اسعد زكريا. طب كيف كنت تنقل الحب من منطقه المغرى للسركس؟ بايش كنت تنقله؟ على الدواب. على الدواب. على الدواب. شو كان ياخذ اجاره منك هذا سعيد؟ والله مش عارف. استنى يا اخي. رد ياخذ رد قمح ولا طحين؟ رد قمح يا مصاري. يا مصاري. طب هذول اللي الجمال اللي كانوا يجوا من الناصر يشتروا القمح منكم او الحبوب، كانوا يدفعوا لكم فلوس ولا تاخذوا اغراض منهم؟ لا يدفعونا فلوس. يدفعوا لكم فلوس. يعني انتم محصولكم كان يروح للناصري؟ للناصر. وتخلوا الموني تبعتكم؟ تخلي الموني. خلي الموني نبيعه للناصر. نعم. طيب ما كانش عندكم حواكير في هاي في منطقة المغرة؟ لا احنا جديد جينا من 5-6 سنين بس. بس لا حواكير قصدي، هل كنتوا تزرعوا مثلا اشياء شتوية مثلا في المغرة؟ لا والله ما في. ما في. ما في. طب الخضار منين كنت تحصله انت؟ منين تشتريه؟ يما التجار يجيبوا لنا لعندة. شو يجيبوا؟ مثل ايش يجيبوا لكم؟ بندورة، خيار. كيف كانوا يجوا على سيارات ولا على دواب؟ على دواب. وتشتروا منهم؟ نشتري منهم. هل بتتذكر اشخاص من اللي كانوا يجوا؟ منين كانوا يجوا هذول؟ من القرى ولا من الناصري؟ من القرى. من القرى العربية المجاورة؟ الناصرة بعيدة عنا. نعم. طب اثناء موسم الحصاد عمي ابو عمر كنتوا تتساعدوا في الحصاد مع بعض؟ والله بهن نساعد وبهن يجمعونا، يجمعوا يعاونوا معونا. كان في العونة موجودة؟ بيه. مين هم اللي نفس المشارقة تعاونوا بعضكم ولا يجوكم من معضر؟ لا والله تجينا من الحدث ناس. ناس من الحدثة؟ يعاونوكم؟ يعاونوكم. ياخذوا أجار ولا بدون مقابل؟ لا بدون مقابل. مين من الحدث اللي كان يجوا يعاونوكم؟ من الدوايدة، يقولوا للدوايدة. من الدوايدة؟ ايوه هذول الدوايدة اللي هم الدوايدة اللي هم الجبور؟ ايوه. جبر تعرفه؟ اعرفه. وين جبر؟ من سيرين. ابي من جبر من سيرين وبي من الحدثة. انتم من الحدثة كانوا يجوكم؟ مبدة تعرفوا مبدة؟ اعرفه. مبدة؟ اعرفه. لين تعرف مبدة؟ انا اعرف مبدة. مبدة تعرفه. ايوه. زوجته مين زوجته كانت؟ والله ما اعرف زوجته، اعرفه هو. زوجته الصفدية تعرفها؟ والله ما اعرفها. طب في له حدمات هناك؟ مبدة؟ والله ما انا عارف.
والله مضيع سنه مميز. الابن كان يصيد ووقع على السكيني، هل تذكر هذا الحدث في 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 الحدث؟ والله ما اذكر، ما اذكر. ما تتذكره؟ لا اذكر. اما بدا تتذكره؟ اذكر. تعطيني وصف هذا الشخص؟ زلمه طويل، طويل اشقراني. اشقراني. شو لون عيونه هذا؟ انا عارف عيونه. اما تعرفه هذا المبدا؟ عارفه عارفه. هذا من الدواويد هذا ولا من الطواهي؟ من الدواهد. من الدواهد. الدواهد هم نفسهم الطواهي ولا لا؟ لا، مو حمولة ثانية. الحدث قديش كانت بعيدة عنكم تقريبا؟ حوالي ساعة، ساعة ونص. أما أنتم معذر أقرب لكم للحدث. أنتم كنتوا تابعين لمعذر مش للحدث. تابعين معذر. تابعين معذر. طيب وين راح؟ طلع من الكاميرا. خلي مرتاح، خلي مرتاح. لا خلي 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 خلي. عمي أبو عمر، بموسم الحصاد لما تصير تحصده، حافظ أهازيج وأغاني؟ شو كنتوا تغنون؟ لا والله ما حافظ. ولا واحد يحافظ؟ ولا حافظ. لا ما حافظ. مش حافظ؟ لا. طيب انتوا في منطقة المغرة هاي، هل كنتوا او اهل معذر؟ انا عم بسألك عن اهل معذر وعن منطقتكم، هل كانوا ربوا النحل عندكم؟ كان في نحل؟ في نحل. معذر فيه. يهتموا فيه للتجارة ولا لبيوتهم؟ لا للتجارة ولبيوتهم. كانوا ربوا نحل. ربهم. طيب نتكلم عن الثروة الحيوانية في معذر وفي منطقة المغرة. كان في اهتمام بالحلال في معذر؟ في. يربون حلال؟ ربهم. يربوا للتجارة ولا للتجارة ولا طب الحليب كان يبيعوه في معذر ولا ما كان يبيعوه؟ لا ما كان يبيعوه، ولا الحليب اللي ياكلوه هم. ما حدا يبيع. ما حدا يبيع كان حليب؟ بيع ما كان حدا يبيع. ولا اللبن ولا هذا؟ ولا اللبن ولا شيء ما يبيع. انت الحليب في البيت عندك كنت تجبن وتعمل جميد ولا؟ اعمل جميد. تعمل جميد وسمن. وسمن. الجميد تبيعه للناصر ولا إلك ويضل؟ لا والله إلنا. حتى السمن يضل عندكم؟ السمن عندنا. أيوة. طب ما كنتوا تبيعوا بعض اللبن غاد؟ لا ما كان في بيع لللبن. ما في بيع. طيب حكومة البريطانيين كانوا قدموا لكم قروض للزراعة؟ والله قدموا بشيء بسيط. قدموا قروض؟ قدموا مرة مرتين قدموا. شو قدموا؟ كل واحد ليرتين ونص. ليرتين ونص؟ ليش هذول الليرتين ونص؟ مساعدة. مساعدة؟ حتى تفلحوا أراضي يعني وتستصلح أراضي؟ مساعدة إن. وترجعوهم الليرتين ونص؟ لا مساعدة والهبة. هبة غير مستردات. طيب كان في ربويين عندكم في الزمان يعني يقرضوكوا فلوس وياخذوا اكثر من ما يعطوكوا؟ في، بس الناس محرم هذا. الناس ناس ما تقدر تاخذ. ما كان في ناس كانوا يعطوا يعني؟ ناس تاخذ. تعطي ناس هذا النصارى من كبر سنة. يعني كانوا يقدموا فلوس ويعني يدينك بالفايض. بالفايض. بالفايض يقدمه. اخذت انت من هذا الشيء؟ لا ما قدمت عليه. لا. لانه حرام هذا. حرام. نعم. طب الان عاد نتكلم عن حياتك في المناطق اللي عشت فيها عمي ابو عمر. انت مهنتك يعني اللي كنت تشتغل فيها زراعه. هاي مهنتك. طب في حدا من اهل المشارقه كان يشتغل في شيء غير الزراعه؟ شو ما في حدا. ما يروحوا مثلا للمواني للمحطات القطار يشتغلوا؟ لا. عمال في حيفا ويافا؟ لا ما يروح. ما كان حدا يروح منهم؟ لا ما حدا يروح. طيب بدي الان تعدد لي املاكك اللي في فلسطين. حافظ الارقام او الدنومات الاراضي اللي لك؟ والله ما انا حافظ انا حبيبي. طب كم دنوم تقريبا لك انت في البلاد؟ انا واخوان حوالي 70 80 دنوم. حوالي 70 80 دنم. في انو مناطق هذول الدنومات الاراضي؟ من بالحدثة. نعم. من معذر. بالحدثة وفي معذر. سيرين في لك فيها؟ لا. طيب اسماء الاراضي بتتذكرها؟
والله ما اذكرها يا حبيبي، والله ما اذكرها. ما تتذكرها؟ طب بيوت كان عندك بيت وين انت؟ في معذر كان عندك بيت؟ بيت بيت اللي كنت ساكن فيه بالوادي هناك. في المغرب. هناك بي عندي بيت. توصف لي هذا البيت اللي كنت عايش فيه في المغرب، كيف شكله؟ كم غرفة؟ غرفتين يا ثلاثة، مش عارف. كيف كان بناؤهم؟ من ايش بانيهم؟ بحجر. حجر وطين؟ حجر وطين. السقف عقود ولا مش عقود؟ لا مش عقود. خشب. خشب؟ وورش وشجر والطين عليه. هيك كانت بيوتكم؟ هيك كانت بيوت. وعندنا بيت شعر. كان عندكم بيت شعر؟ طب من المواشي انت والدواب شو كان كنت بتمتلك في فلسطين ساعة من النكبة تقريبا؟ سنة ما هجيت وكم راس بقر كان عندك؟ عندي 20 راس سام. سنة ما هجيت؟ وكم راس غنم واسود وابيض؟ والله ما انا عارف، 3 4 5 مش عارف. الله ناسيني يا حبيبي. لا اغنام بس بتوقع يكون اكثر من هيك عندك، معقول بس 3 غنمات كان عندك؟ لا يا اخي 6 ل10 غنمات كان. خيل، شو عندك خيل كان؟ كان عندي خيل 2. وقديشي؟ هن كدش وهن أصايل. هن كدش وأصايل؟ هن تحرط عليهن؟ لا ما أحرط عليهن. كان عندك بغال؟ أصايل، على الفدان نحرط، على البقر. على البقر. طيب أنت جمال كان في عندكم في المنطقة هاي؟ لا ما كان في جمال. طيب أنتوا الدواب وين كنتوا تنيموها أو تبيتوها في الليل؟ أبي مطرح اللي ننام فيه. شو المطرح؟ شو تسموه؟ صيرة وينام بسطها. عقد يعني مثل عقد. هاي الصيرة بالشجر تحوطوها بشجر؟ لا من غير شجر، نبني بناية عداية. بناية؟ بدون سقف؟ طيب راح نتكلم الآن عن رموز أهل معذر، الشيوخ معذر. تتذكر حدا منهم من الكبار، وجهاء معذر غير المختار اللي ذكرت لي إياه؟ عبد علي. علي علي الزواوي هذا؟ الزواوي. هذا كان وجه؟ وجه من المخاتير. مين غير علي الزواوي؟ والشريف. الشريف شو اسمه الشريف؟ اسمه محمد الشريف. محمد الشريف. طيب وعيسى الحج احمد. وعيسى الحج احمد. وابراهيم الحج احمد. وابراهيم. هذول وجوه كلهم في المعذر؟ وجوه. انت في حمولتك مين كان الوجه عندكم؟ وين ما في غير انا كنت هناك، ما في حدا. انت الوجه كنت؟ انا الوجه. وجه المشارقه كنت؟ لا المشارقه دشرناها واحنا لحالنا لينا. وين تركتوا المشارقه انتوا؟ ما بم العلق دشرناها. انتوا بعد ما تركتوا ام العلق اجيتوا على سنوريا؟ سنوريا بعدين اجيتوا على منطقه المعذره. دشرناهم لحالنا احنا لينا. طب مين كان وجهكم في ام العلق غاد من المشارقه؟ كان خالد السعيد. خالك؟ خالد السعيد. خالد السعيد. هذا كان وجه المشارقة عندكم؟ وجه المشارقة كان. طب ضلوا في أم العلق هذولا؟ والله أم العلق. طب أنت ليش ما أنت لما كنت عايش في أم العلق كان والدك عايش؟ لا ميت. طب ليش طلعت من أم العلق أنت؟ نصيبي. ما طروكوا اليهود بس من أم العلق؟ لا ما طرونا اليهود. أنتوا اليهود طروكوا من سنوريا؟ سنوريا. نعم. طب اشخاص مشهورين في الشعر في معذر والزجل وشغل الاعراس مين عندكم؟ ما في حدا. فيهاش حدا؟ ما في. وطيب قادة عسكريين، هل كان في قادة عسكريين في معذر؟ لا. ناس وطنيين مثلا؟ ما في. ولا حاربوا بثورة 36 ولا حاربوا ولا شيء؟ ما كان في. لا ما في حدا. طيب اهل معذر لما كان يصير عندهم مشكلة بده يحلوها وين كانوا يروحوا يشتكوا على بعض؟ يعني كان في مركز بوليس قريب عندكم؟ صبرية.
إذا بديش تكوى بعض طبرية. طبرية. ما كان في عندكم أي مركز قريب؟ لا ما في. تتذكروا المركز اللي في طبرية أنت؟ أوعسمخ. أوعسمخ. أوعسمخ يسام أوعسمخ ويحولهم إلى طبرية. عمرك أنت وصلت هذول المراكز اللي في سمخ وفي طبرية؟ وصلت كثير. وصلتهم كثير. كنت مشتكي ولا مشتكى عليه؟ والله يشتكم علي وأنا أشتكي عليهم. أيوة. طيب اللي في سمخ المركز البوليسي اللي في سمخ قائده بريطاني كان ولا عربي؟ في عربي في بريطاني. في عرب وفي بريطاني. إنجليز. ونفس الإشي في طبرية. طيب وانت في البلاد وانت في معذر عمي ابو عمر، هل زرت مدن فلسطينيه؟ زرت حيفا ويافا في البلاد؟ زرت. شو زرت من المدن العربيه؟ حيفا كثير، رحت حيفا. حيفا غير حيفا وعلى عكا، رحت على عكا وعلى يافا وعيافا وعتل أبيب. ايوه وكلنا هذول علد وعلى الرملة. اللد والرملي. هذا اللي زرته. الناصرة. أنا كثير بعد الناصرة. الناصرة. بيسان. بيسان زرته بيسان. صفد. لا. صفد ما زرته. ما زرته. طبرية زرتها. كثير زرتها. طب حيفا شو كانت سبب زيارتك إلها حيفا؟ أروح دائما على حيفا. سياحة؟ آه. وين تروح على حيفا؟ شو اللي كان يعجبك بحيفا؟ والله كل شيء يعجبني بحيفا، مليحة حيفا. كنت تروح على البحر؟ لا عشط البحر مشان شارع الملوك هناك. شارع الملوك. حسنا نروح عليه. نعم. طب دخلت سينمات في حيفا؟ لا. ما دخلت سينمات. ولا حضرت مسارح ولا شيء. ولا حضرت مسارح ولا شيء. يعني أنت زياراتك لحيفا كانت سياحة. سياحة وبقرابة هي أروح عليه. في حيفا. مين هو قرابتك كان غاد؟ والله ما أعرف. كان صالح أبو عيسى. صالح ابو عيسى. هذا مشرقي؟ مشرقي. وظل في حيفا ولا طلع بعد النكبه؟ والله مش عارف وين طب. ما شفته من هذيك الايام؟ ما شفته من هذيك الايام، اظن كان بلد شرق حيفا. بلد كان بلد شرق حيفا؟ كان بلد الشيخ؟ بلد الشيخ، بلد الشيخ. هذا بلد الشيخ فيها السهليه مهمه. دار السهلي ملاني بلد الشيخ. ناس ظلموا ولا راحوا؟ لا طلعوا باهل بلد الشيخ. هم بيها كان. واكثرهم راحوا لسوريا. جوزا. وقربتي كان بيها. وما شفت من هذيك الايام؟ ما شفته. ايوه. مالا ضربتنا الطياره واحنا بيها. وانت في بلد الشيخ؟ في انو سنه هذا؟ قبل الهجه يعني؟ قبل الهجه، الطياره المانيه قولها محتية. يا المانيه لما كانت الحرب العالميه الثانيه. هاي لما ضربت على اساس انه انتم بريطان. ايوه. هاي ضربت حيفا. ضربت حيفا والبترون اللي هناك. ايوه هذا تل الريفينري هذا. الفينري. ايوه. طيب عكا زيارتك إلى شو كانت سببها؟ كان اخواني هناك يقرم. لك اخو؟ اللي اخوان اثنين. اخوان اثنين؟ شو يعملوا بعكا؟ يقرم. يدرسوا؟ يدرسوا. اكبر منك ولا اصغر منك؟ والله اصغر مني. وشو كانوا يدرسوا؟ بأي صف وصلوا؟ والله ما ادري، واحد حساك مات وواحد طيب. شو اسمائهم هذول اخوانك اللي كانوا يدرسوا في عكا؟ واحد ابراهيم. ابراهيم؟ واحد اسمه فالح. ابراهيم توفى هناك ولا؟ توفى هون. هون. وفالح؟ فالح توفى هناك بالناصرة. قبل النكبة توفى؟ قبل النكبة. شو سبب وفاته؟ طبيعية ولا؟ والله طبيعي، من الله، كله من الله. والدك انت متى توفى؟ كم كان عمرك لما توفى والدك؟ توفى سنة 27. والدك؟ يعني كنت واعي انت والدك، عشت معه. في انو منطقة توفى والدك؟ بالسنوريا ولا ب لا بأم العلق. بأم العلق توفى. معناها انت طلعت من أم العلق بعد ما توفى والدك. ايوه. والدتك تزوجت بعد ما توفى والدك؟ لا ما تزوجت. ما تزوجت. ظلت كم ولد كنتوا وقتها تقريبا؟ ثلاث اولاد. وكم بنت كان كنتوا؟ بنت ثلاث بعد يا اربعه، ما عارف والله ما عارف.
خواتك كم أخت إلك؟ يا ثلاثة يا أربعة مش عارف قلت لك. حافظ أسماءهم خواتك؟ ما أنا عارف أسميهم ولا شيء. سيدنا منين؟ هسا أسماء خواتك ما أنت حافظهم؟ والله ما أنا حافظهم. أنت حافظهم؟ فاطمة. فاطمة تتذكرها أختك؟ أتذكرها. توفت سوريا، كانت متزوجة في سوريا. فاطمة مين؟ فاطمة رحمة. رحمة هاي يتذكر رحمة ونزهة. توفى نزهة فاطمة ورحمة. نزهة طيبة بعدها بس دولتها. وفي نصرة. نصرة توفت. هذول فاطمة ورحمة ونزهة ونصرة. الأربعة متوفيات ولا في حدا منهم عايش؟ في وحدة خاف الله عايشة. مين هي اللي عايشة منهم؟ نزهة. نزهة. نزهة وين عايشة؟ في الأردن ولا وين؟ بالأردن. بالأردن هون في هاي المنطقة؟ بالغور. بالغور. طيب. عمي أبو عمر راح نأخذ استراحة إحنا ونتابع فيما بعد. الله يعطيك العافية. ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج محمد نهار كنهوش مشارقة أبو عمر من قرية معذر قضاء طبرية، وهذا الجزء هو الجزء الثالث من هذا اللقاء. عمي أبو عمر الآن راح نتحدث عن الموروث الاجتماعي، راح نتحدث عن شهر رمضان. وسؤالي إليك، في شهر رمضان في المكان اللي أنتوا كنتوا بتعيشوا فيه، هيك أسألك بشوية تفصيل عن هذا الشهر قبل حلول شهر رمضان عندكم في القرية أو في المكان اللي أنتوا كنتوا عايشين فيه، كنتوا تبدأوا تجهزوا لرمضان ولا كان يجي شهر رمضان زي أي شهر في السنة؟ لا والله أي شهر يجي كل شيء جاهز عندنا. سمن بي، لبن بي، لبنة بي، كل شيء بي عندنا، كل شيء موجود. كل شيء موجود. طب أنتوا في لحظة الإفطار لما بتفطروا في رمضان على إيش كنتوا تعتمدوا؟ بس على الشمس ولا كان في ساعات ولا في أذان ولا في مدفع؟ لا في واحد يأذن. كان في واحد يأذن. عندكم في المعذر يأذن نسمعه. تسمعوا أهل المعذر. طيب أنتوا في هذا المكان عمي أبو عمر، هل كان في عادي إنه الكبار يروح يفطروا مع بعض الزلم الكبار؟ فيه. كل يوم كنتوا تروح تفطروا مع بعض؟ والنساء والأطفال لوحدهم في البيوت؟ والله أنا يجي أخويا أصغر مني يجي كل يوم يفطر معي. نعم. يجي عندك على البيت؟ يجي عندي على البيت نفطر أنا وياه. دار كنا دار عندنا هناك. طب ما تفطروا رجال مع بعض كلكم مثلا؟ نعم. رجال الزلم الكبار بيه يجم بيهم ما يجم. نعم. ما هو كلهم مثل بعضهم. طيب السحور على ايش كنتوا بتعتمدوا في السحور؟ السحور هل كان في حدا يسحر؟ بيه. مين هو اللي كان يسحر؟ بيه واجد يأذن للسحور. الأذان تسمعوا الأذان؟ نسحه. من معذر؟ لا من البلد عندنا. أيوة. يأذن. مين هو اللي كان هذا؟ والله مش عارف من هو. ما تتذكر اسمه؟ ما أتذكر. أذن كثير. طيب قبل نهاية رمضان بيومين أو بأسبوع، هل عندكم النساء بيكونوا يجهزوا حلويات للعيد عندكم، يعملوا كعك ومعمول؟ هل هذا الشيء موجود كان؟ لا بالعيد يعملهم. بالعيد. شو يعملون؟ شو الأشياء اللي يعملون؟ كعك يحطهم بجبنة. جبنة ولا تمر؟ تمر. عجوة. جبنة وتمر. طيب صلاة العيد وين كنتوا تصلوها أنتوا صلاة العيد؟ عندنا هناك في البلد. طيب بناء العيد. نعم. نصلي عندنا. يصلي عندكم. طب شو يكون برنامجكم بالعيد بعد الصلاة؟ شو نسلم على بعضنا خلص. طب الأطفال كيف يكونوا بالعيد عندكم في العيد؟ شو يكون الأطفال؟ يلبسوا أواعي جديدة؟ يلبس طبعا، اللي عنده كثير يلبس، ولا ما عنده منين يلبس. أيوة. يلبس. بس بالعادي كان كل الأطفال يلبسوا بالعيد؟ يلبس، ما هلا عنده يلبس. منين يشتروا ملابسهم في العيد؟ من طبرية. على طبرية. طيب عيد الأضحى نفس الإشي يعني، طقوسه نفس طقوس عيد الفطر؟ والله نفس الذكر، نفسه
يعني كانوا يذبحون عندكم في عيد الأضحى كل يذبح؟ بيهم يذبح وبيهم ما يذبح، مين كل واحد يعني عندنا هذا كل واحد. لا. طب أنت كنت تضحي كثير في غاد؟ والله ضحي الحمد لله. نعم. في عيد الأضحى. ضحي. طب كان في احتفالات أخرى مثلا عيد المولد النبوي في معذر، كانوا يحتفلوا في عيد المولد النبوي؟ لا ولا يحتفلوا ولا يعرفوا. ما كانوا يعرفوا. ولا يعرفوا. طب احتفالات زي الإسراء والمعراج هل؟ ولا يعرفوا. ما كانت موجودة أبدا. طب خميس البيض مر عليك؟ ولا واحد يعرفه. طب المكامشي هاي والمفاقسي كانت موجودة؟ لا لا. ما تعرفها؟ لا. طب الآن راح نتكلم عن الزواج عمي أبو عمر. عندكم في معذر لما يعني عندما شاب يريد أن يتزوج كان بالعادة النساء يروحوا لأهل العروس مثلا ينقذوا، كانت عملية النقد موجودة؟ والله جوز بي ناس تروح، بي ناس تروح وبي ناس ما تروح. ما تروح. طب تروح الجاهة، كان في جاهة موجودة؟ بي الناس الزلم الله ينقم وروحهم جاهة لأهل العروس. نعم. يطلبوها منه. طيب بعد ذلك المهر بالعادة قديش كان يكون عندكم في معضر مهر العروس؟ ب160 ليرة، ب70 ليرة، ب100 ليرة، ما هو كل واحد. يعني الأسعار ما كانت ثابتة مثلا؟ لا. طيب هدم العم وهدم الخال كانوا موجودات؟ ايش؟ هدم العم وهدم الخال. موجودات والله. كانوا يطلبوهن أهل العروس؟ يجيبوهن غصبا عنهم. والكسوة، كسوة العروس؟ يجيبن العريس. يجيبن العريس. وصندوق العروس كان موجود؟ والله ما اعرف صندوق، ما ادري في صندوق ولا ما في، بس الهدوم يجيبن للعريس للعروس. ايوه. وتلبسن. المأذون منين كان يجي عندكو؟ يجي من معذر، بمأذون وبالحدث مأذون. حافظ اسمائهم هذول اثنين؟ والله ما انا حافظ اسميهم. طب مين اللي كتب كتابك انت؟ اللي كتب كتابي واحد من لوبيا. شو اسمه؟ من خوالي. تتذكر اسمه؟ اسمه والله ما ادري اسمه، بربع بديس. من دار ابو دهيس. اما ناسي اسمه. خف الله عوض اسمه. خف الله عوض. عوض خلاص. طيب انتم بعد ما يتفقوا اهل العريس واهل العروس على كل الشروط كم ليل كان يعللوا عندكم في البلد؟ والله بهم ليلتين وبهم 10 ليالي، ما هو كلهم واحد، ما هو كلهم واحد يعللوا. يعللهم ما هو كلهم. طب تحكي لي عن التعليلي، شو اللي يعملوه في التعليلي؟ شو يعملوا؟ دبشة ورغصة وتحدة وهذه. وكيف يضوءوا حالهم؟ كانوا يولعوا نار ولا؟ يولعوا نار، والنسوان يجيبن حطب ويحطن نار للهذا. أيوة. نار قوية. نار قوية. طب كان يجوا حداية يجيبوا حداية؟ أما الحدث كان يجيب حداية. تتذكر أسماء الحداية اللي كانت تيجي عندكم؟ والله ما أنا عارف، كان يجيب حداية كثير. طب النور كانوا يجوا يشاركوا بالأعراس عندكم؟ لا. طب فرق فنية مثلا كنت تجيبوا من المناطق الثانية؟ لا ما يجيبوا. ما يجيبوا فرق فنية؟ لا. طب الرناوي كان يجيكوا؟ كان يجي بالقراءة، يجي الرماوي. الرناوي او الحطيني. والحطيني يجي. تعرفوا الحطيني؟ اعرفه هذا العوض. العجاوي كان تعرفه ولا ما كنت تعرفه؟ ما اعرفه. لا ما اعرفه. باقي مش مشهور معنا العجاوي. لا ما اعرفه. الحطيني عوض. عوض. طيب السامر كان موجود عندكم؟ ايش؟ السامر. ما اعرفه. ما تعرف السامر؟ لا. لا السامر مش شخص. السامر اللي هي السحجه هاي اللي كان. لا تسحج انا عارف. ايوه. طب كان يتحنى العريس اخر ليله ولا ما كان يتحنى؟ يتحنى. يحنوه. والعروس تتحنى؟ تحنوه. يحنوها العروس. مين اللي يحنيها العروس؟ بنات مثلها. بنات العروس ولا بنات العريس؟ بنات العريس والعروس كل واحد. طب خلصت التعليله اخر ليله وتحنى العريس؟ يدخل عليها وخلص مباشره. ما في عندك ثاني يوم. انتهت التحدي. لا الا في عندك النهار. هسه بيطلع النهار. كان بالعادي يصير غداء عندكم، تعملوا غداء يوم العرس؟ يعملوا غداء. يعملوا غداء. غداء مليح بعد. شو الغداء اللي يعملوه؟ يذبحوا غنم. ايوه. يذبحوا رز.
يعملوا مناسف ولا شيء ثاني كان عندكم؟ مناسف يعملهم. يطبخوا اللبن يعني؟ يطبخهم باللبن وكيفهم. ايوه. طيب يجي 500 بن ادم على العرس. على العرس. اه. طب العريس يزفوه؟ يزفوه. وعملية نقوط العريس وين كانت تصير؟ قدامه حط محرمة. أيوة. والنقط كل واحد مروته يرمي المحرمة. يعني عادة خلف الله عليك وهاي نقوط من فلان العريس. هذا أنت عارفها. كانت موجودة هاي العادة. موجودة. طب قود كان في إشي اسمه قود، تعرفوا القود؟ قود يجي يعني قود. قوادي. أعرف. كانت موجودة عندكم. موجودة. طب العريس ينزف على الفرس ولا ينزف مشي؟ والله بيهم على الفرس وبيهم مشي. مشي. بيهم على الفرس. طب العروس كيف تنزف؟ العروس لا ما تنزف. ما كانوا يطلعوها على الجمل ولا على الفرس؟ لا. ما كانوا يزفوها من مرة؟ أبدا من مرة. طب مين يطلعها من بيتها؟ إذا أهلها يطلعوها. كيف يطلعوها؟ مشي؟ نسوان تطلع. وتقودها على بيت العريس. مشي تمشي؟ مشي مهم قريب. قريب. وإذا كانت بعيد العروس؟ قريب تركب فرس. يركبوها فرس. ما كان يعملوا لها يجيبوا الجمل مثلا وهودج؟ ما بجمال، لا جمال بعيد. بعيد. طيب كان في إشي اسمه شاة الشباب عندكم موجودة في البلد في معبر؟ شاة الشباب؟ موجود. موجودة. ويأخذوها. لمين يعطوا شاة الشباب؟ ينقطوها للعروس؟ لو بهم ينقطوها للعروس بهم ياكلوها هم. ياكلوها هم. نعم. طيب بعد ما تصل العروس لبيت العريس في شيء اسمه صباحية العروس كانت موجودة عندكم؟ موجودة. 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 وردة الأجر؟ موجودة. شو هي ردة الأجر؟ ردة الأجر العروس تعود على أهلها. أيوة. وترد أجرها. نعم. تجيب ذبيحة أو شيء يأكلوها ويعودهم، هذه ردة الأجر. نعم. طيب الآن إحنا يعني راح نتكلم عن طقوس الوفاء عندكم في البلد. كان في مقبرة لكم في البلد؟ وين المقبرة كانت موجودة؟ شرق البلد. شرق معذر. وأنتوا كنتوا تدفنوا فيها؟ والله إحنا ما دفننا ولا واحد. كنا ندفن بصنوريا. وانتوا في شو اسمها هاي المغرة؟ معذر. وانتوا في المغرة؟ وين كنتوا تدفنوا موتاكو؟ والله ما مات ولا واحد. ولا واحد مات. ما مات ولا واحد. طيب كنت تشارك في الجنازات تبعات اهل معذر؟ شارك. تشارك. يكون واحد ختيار ادمي ونشارك معهم. اما اذا مش ادمي ما كنت تشارك؟ ابدا. طيب كانوا أهل البلد كلهم يمشوا في الجنازة بالعادة؟ والله ما هي كلهم، بيهم يمشوا بيهم ما ينتقل المسجد. طب وين كانوا يصلوا على الميت؟ في المسجد ولا؟ بالمسجد. في المسجد يصلوا عليه. وبيوت العزاء كديش كانوا يعملوها؟ كم يوم؟ والله ما نعرف، بيهم قدر الميت، إذا الميت مليها عملهم 6-7 أيام. وإذا الميت مو هنا يوم يا يومين. بس. طيب وبالعاده يعني العلاقات الاجتماعيه بين اهل معذر يعني كانوا يساعدوا مع اهل الميت، يقدموا لهم الطعام والشراب لاهل المتوفى؟ كانوا يجيبوا لهم طعام؟ والله ما معذر ولا يستخدم شيء يعني. لا اهل معذر قليل يعني الجيران ما يودوا فطور وعشاء وغدا لاهل الميت؟ قليل. قلت لك قليل. طب بتتذكر انك حضرت جنازه لشهيد مثلا دفنوه عندكم في 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 والله ما اتذكر ولا واحد ولا استشهد ولا اي واحد؟ لا 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 ما تتذكر ابدا. واحد طخوا الانجليزي عزم بكشار ضحك. نعم. عليه قال له هذا من ليش هذا؟ قال الفرد طخوا بين عيونه. طخ الانجليزي؟ الانجليزي طخوا ومات؟ مات. منين هذا؟ من اهل معذر؟ من اهل معذر. وين دفنوه؟ بالبقريه. بالقرية. حضرت جنازته انت؟ والله ما حضرت جنازته. ما حضرت جنازته. يومها انا محبوس. كنت محبوس؟ كان حبسوني يومها. طب احنا راح نتكلم عن هذا الموضوع في القسم الثاني من اللقاء. طيب نحكي عن موسم الحج عمي. في حدا حج من معذر بتتذكره من اهل معذر؟
والله ما أتذكر، ما أتذكر. ولا حتى من سنوريا؟ ولا من سنوريا، أنا حجيتها أنا من المغرة. حجيت أنت؟ الحمد لله. من المغرة؟ هنا هنا بالبلد عندنا. هو من الأردن حجيت؟ لا بالبلاد ما حجيت؟ لا ما بتتذكر حدا من الناس اللي حجت؟ والله ما أتذكر ولا واحد. ولا واحد؟ الله. طب الحجاج منين كانوا يروحوا يعني؟ كيف كانوا يروحوا على الحج؟ كانوا نروح عن حجاج ثلاثة من عندنا عجمان. مين هم اللي راح الحجن؟ واحد يقول لهم حسين صبحة، واحد ما أدري شو اسمه، والله ما أدري اسمه. صبحة من معذر هاي راحت؟ من قريبنا. طيب أنو طريق سلكت؟ من الأردن ولا على راحت تل البحر؟ لا من الأردن. من الأردن. قديش غابت تقريبا؟ والله يطلع شهر ولا أكثر من شهر؟ لا أكثر من شهر، أنسك شهر. عجمال ماتن من السكنات. جمال ماتن معهم؟ هن ماتن عجمال، شو شهر راح على عجمال. شهر ولا ثلاث شهور؟ لا يمكن شهر، يمكن ثلاث شهور، والله مش عارف. نعم. طب شفتن لما اجوا؟ شفتن. والناس عملوا لهم عزايم وولايم؟ عملوا لهم عزايم. صحيح. جابوا لهم هدايا هذول الحجاج؟ لا غير هدايا، عزموهن على الاكل. طب الحجاج نفسهم جابوا هدايا معهم؟ طبعا غير اجيبهم. طب قبل ما يسافروا على الحج كانت الناس تروح تودعهم عمي ابو عمر؟ والله الناس تودعهم. صحيح. كانوا يودعوهم؟ والله انا كثير ناس جت ودعتني. لما حجيت من هون. انا وعيلتي ام العمر. رحنا على الحج، ناس ودعت ما تجي تودعنا. نعم. طيب عمي راح ناخذ استراحة الان ونتابع فيما بعد. الله يعطيك العافية. بدنا نصلي. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج محمد نهار كنهوش مشارقة ابو عمر من قرية معذر قضاء طبرية. وهذا الجزء هو الجزء الرابع من هذا اللقاء، وبه نفتتح أسئلة القسم الثاني والتي تهدف لتكوين صورة عن معاناة سكان القرية خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع الإصابات الصهيونية ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي مناف اللجوء والشتات. عمي أبو عمر، الآن راح نتكلم عن بداية عن ثورة 36. أنت ثورة 36 عمي أبو عمر، في أنو قريه، في أنو مكان كنت لما انطلق ثورة 36؟ كنت في سنوريا. كنت في سنوريا. ظليت في سنوريا لما انتهت الحرب. انتهت الحرب. طيب أنت في سنوريا. 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 منطقة سنوريا هاي اللي أنت بتتكلم عنها. هي منطقة قريبة من الكوبانيات. ومش بعيدة عن معذر. لا مش بعيدة، نص ساعة. نص ساعة مشي. أنو أقرب، سنوريا لمعذر ولا المغرة؟ لا سنوريا، المغرة قريبة. قريبة، اثنين قراب. طيب أنت في 36 هل شاركت في ثورة 36؟ والله مش كثير، مش كثير. كنت يعني الثوار أمدهم يجمع ذبح مبايح يعني ساعدهم شوية. كنت تساعدهم؟ ساعدهم. كانوا يلفوا عندكم يعني على العرب؟ يلفوا. ما مين القائد اللي كان من القائد اللي كان يجي عندكم؟ كان واحد من الطيرة. من الطيرة؟ أنو طيرة؟ طيرة حيفا ولا طيرة بيسان؟ طيرة بيسان. طيرة بيسان. تتذكر اسمه هذا؟ والله ما أتذكر اسمه. واحد من معلا من كفر سبت. طب شو اسمهم هدولا؟ واحد يقول له أبو درويش. أبو درة ولا أبو درويش؟ أبو درويش. أبو درويش. هذا كان قائد فصيل؟ هذا منين كان يجي؟ كان من يجي من كفر سبت. هو على هالقراية كلها يحوم. طيب الثاني مين هو اللي من الطير؟ شو اسمه؟ أحمد، أظن أحمد. أحمد إيش؟ والله ما أدري أبو إيش، أسر أحمد. هذا بعد فصيل كان يجي، صاحبي، والله كان صاحبي.
الله يروح ويجا معي ويجا علي كل يوم. طب شو كنت تقدم لهم انت؟ اذبح لي خروف. تذبح لهم خروف؟ طب الفصيل كم واحد اللي كانوا يجوا تقريبا؟ قديش والله عددهم؟ يجا مرار 6-7 مرار 10 مرار 20. نعم. كلهم واحد. كلهم واحد. خلى عليك. خلى عليك يا حبي. طيب عمي ابو عمر كنت تقدم لهم الطعام والشراب، هل كانوا يباتوا عندكم يناموا في المنطقة؟ لا ما يناموا، عقب ياكل ابو هذا وينهدم. ينهدم. طب يعني البريطان، قبل ما نتكلم عن موضوع البريطان، بتتذكر لهم بعض المعارك، بعض الأشياء اللي خضوها ضد البريطان؟ والله يقوسن برود وينهزمهم، المعركة ما في، يقوسن برود وينهزمهم، يجمع اليهود يقوسهم وينهزمهم. وينهزمهم. في أنو مناطق اللي يعني كانوا يحاولوا؟ عبيد جن وعيمه. نعم. يجمع يقوسهم عليهم وينهزمهم. الثوار؟ طب انتوا في سنوريا شو كان تأثير الثورة عليكم انتوا في سنوريا؟ ما كانوا البريطاني يجوا داهموكوا على انكم بتساعدوا الثوار؟ والله داهمونا حبسوني يطلع شغل على هالشغلة هذه، حبسوني بكدوريا، تعرف كدوريا؟ دون جبل الطور. هاي دون جبل الطور تلا منطقة الصبيح، تلا عرب الصبيح. جبل الطور. حبسوني 28 يوم. طب احكي لي عن القصة هاي، كيف دخلوا عليكم على البلد البريطان؟ والله بالليل جاب طوقونا. نعم. والصبح قال لي يلا على المحبوس انت. طوقوك البريطان؟ انا واولاد المختار اثنين. مين هم؟ شو اسمائهم اولاد المختار؟ واحد سعيد وواحد اسعد. اولاد الزواوي؟ لا، المختار الصبيح. مختار الصبيح. كانوا عندكم يعني ساكنين مختار الصبيح؟ انا وياهم ساكنين وشعرتنا. خلونا حبسونا بال. طب قبل ما يحبسوكوا طوقوا البلد؟ يطوقونا ما يحتونا، لكن طوقونا هالمرة وحبسونا. طب طلعوا الرجال كلكم حطوكوا في مكان؟ حطونا عند المختار كلنا. كم واحد كنتوا من الشباب؟ يطلع 20 واحد. 20 واحد. وطلعوا النساء والأطفال من بيوتهم؟ لا والله ما طلعوا. طب شو خربوا بالبيوت البريطاني؟ والله ما خربوا شيء. ما حرقوا بيوت؟ ما لا 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 لا. ما دمروا أثاث؟ ولا دمروا شيء، بل بلد دلايك الأغاد حرقوا بيوت، حرقوا وخربوا عليهم. هاي بالدلايك وين هاي؟ تلا طبرية؟ تلا طبرية، شبه الطبرية. تلا ناصر الدين هاي؟ أيوة تلا ناصر الدين، عرفتهم. حرقوا هالبيوت كلها. مين هم اللي حرقوها، اليهود ولا البريطان؟ اليهود، البريطانيا. بريطانيا. اليهود ما كانوا يقدروا يمشي. طيب قبل ما ياخذوك جمعوكم كلكم عند المختار انتم. شو اسم المختار ذكرت لي اياه انت؟ محمد السمير. محمد السمير. هذا كان مختار سنوريا. طب انت كنت مساعده للمختار ايامها؟ والله مساعده. كنت مساعد للمختار. طب ما كانوا البريطان لما يدخل على بيوت يخربوا مثلا، يجيبوا القمح يحطوه على العدس لا 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 لا، ما شان عندنا، ما شان عندنا غير مجوس. نعم عندنا، ما شان حدا. طيب هل قاموا بتعذيب حدا فيكم في القرية في سنوريا؟ لا والله ما قاموا حدا، بس حبسونا حبس. طيب عم ابو عمر لما اخذوكم من البلد جمعوكم عند المختار البريطان، كيف نقلوكم على كدوريا؟ بالسيارات. نقلوكم في السيارات. شو كانت التهمة الموجهة لك؟ الساعدة من الثوار. انك بتساعد الثوار. كم يوم حكموك؟ 28 يوم. طب هذا كدوريا كيف شكل السجن؟ احكي لي عن شكل السجن. سجن
شريط على الدائر من دار بيطلع 300 و 400 واحد ولا 500 واحد. احنا لحالنا يعني. السجن عاملين عليكم سياج؟ سياج. وفيش غرف تناموا فيها؟ ما في. وين تنامون؟ بالسياج، جيبوها السياج. طب كانت الدنيا صيف ولا شتاء؟ لا صيف. طب بالنهار ما كان الشمس، كيف الشمس؟ والله خلت تحرقنا، ما يهم، ما يهمهم، ما يهمهم. ولا كان عاملين لكم اي مظله ولا ظل؟ ولا مظله ولا شيء، حتى اللي يجي اكل من برا يمنعوه. اذا يجي اكل من برا يمنعوه. بعدين صار ميزهم يجيبهم البرتقال كوم وكوم. نعم. اللبنه هذا كل شيء صار يجيبهم للناس. الناس يطلع 400 500 واحد، مو واحد اثنين في كدوريا. كان يجيبون حاوي هالقد كعك. نعم. ما نرضى ناكله، صاروا يقتلونها الانجليز. ايوه. لازم تاكلوه. ايوه. صاروا يضربونا. طب اعدموا ناس وانتم موجودين في كدوريا؟ لا ما اعدموا ولا واحد. ما اعدموا حدا؟ لا ما اعدموا حدا. قضيتوا شهر كامل في ال 27 يوم قعدنا، خلونا على الناصره قعدنا 7 ايام وعودونا الكدوريا. قعدتوا في الناصري؟ وين في المسكوبية قعدتوا؟ في الناصري ولا وين؟ في المسكوبية. في المسكوبية. هناك حطوا اعتقلوك لمدة 7 أيام. هل كانوا عذبوكوا أثناء هاي الفترة؟ ولا يحترم معنا. طب هل كانوا يحترموكوا ولا كانوا؟ والله يحترمونا، ما يحترم معنا ولا إشي. ولا إشي. طيب بعد ما قضيت الشهر في السجن كيف افرجوا عنك؟ حدا اجى كيف لك من اهلك يعني؟ ولا واحد كفلنا، خذونا الكدوريا واثنين، واحد مثلك وواحد هنا، كل واحد معه عصا، واحد كل واحد يجيب سونه بعصا. ايوه. يلا ونهجم على بيوتك، قتلونا ونهجنا. قتلوكوا قبل ما تطلعوا؟ عقب الجمعه ولا مم العلق، مطوقين ام العلق يعني. لا هلا انت في سنوريا. طلعت من كدوري على سنوريا. في سنوريا طولت؟ لا رحت ام العلق يعني. رحلت مباشره؟ لا ماشي، ولي الفرس هناك ودي اركب الفرس، وانه هذا قال انت نهار نهار، قلت قال روح على الناس، روح على الطبلية. ليش؟ ما هو كان جمعة محبوس عنده. قال دسني، قال روح. ما حسني، قال لي دسني روح. قعدنا 7 ايام ردينا الطبلية. بعد ما طلعتوا؟ ردوا سجنوكم مرة ثانية؟ 7 ايام. وين مسكوك؟ وين ألقوا القبض عليك؟ في أنو منطقة؟ طبلية. بالبيت، جونا على البيت. وين كان بيتك؟ في سنوريا؟ ردوا اجوك مرة ثانية؟ بنفس اليوم؟ لا ثاني يوم، مدي ثالث يوم. طب شو حكيت لهم اني انا كنت معتقل؟ ليش ما حكيت لهم مثلا؟ حكيهم وردين على الحسن، ما يردهم على الحسن. الانجليز ما يفهمهم. اخذوك لحالك ولا معك حدا من البلد؟ انا والمختار ومعه وانا واحد. اخذوا المختار؟ اخذوا المختار معي. اللي هو شو اسمه؟ محمد السمير. محمد السمير. وقعدت اسبوع في طبريه. حطينا بالحبس في طبريه. كيف تعاملوا معكم في طبريه؟ شو تعاملوا ولا شيء. ضربوك وعذبوك؟ ولا واحد ضربنا. طيب اكل ما في، اكل بسيط. طيب لما طلعت من طبريه الان لوين رحت؟ لما طلعوك رجعت عبيتي على سنوريا. طيب الان انت في سنوريا بعد هذا العذاب اللي هن 40 يوم 30 يوم في كدوريا و10 ايام في او 7 ايام في طبريه، هل ضليت تساعد الثوار؟ لا والله ساعدتهم. انتهت الثوره، انتهت الثوره هاي بعد ما انتهت الثوره. انتهت الثوره وانا ثورت، انا كل واحد يساعدهم بس انتهت الثوره. طيب انت ثوره 36 عمي ابو عمر هي انطلقت بعد الإضراب الشهير اللي استمر 6 شهور، بتتذكر هذا الإضراب؟ تذكر. شو بتعرف عنه هذا الإضراب؟ شو اللي عملوه أهل؟ ما أعرف عنه شيء، ما سوى شيء إضراب سلمي. اللي هي وقف البيع والأسواق توقفت؟ ما ساوم شيء، السلم سلم. طب أنتوا يعني
القرى العربية وأنتوا في سنوريا، هل تأثرتوا بال يعني كان تأثير على الوضع الاقتصادي عندكم؟ لا والله ما أثر تأثير. ما تأثرت. ما أثر. بما أنه البيع توقف، ما صار عندكم نقص مثلاً في المواد التموينية؟ ولا صار شيء، وما إحنا ما عندنا، مو أن ما من إحنا فلاحين وقمح عندنا كثير. نعم. ما عندنا شيء. طيب من أهل سنوريا أو معذر، هل بتتذكر أشخاص بارزين شاركوا بثورة 36؟ في كثير. مين أسماء إذا بتعرف منهم؟ والله ما أعرف أسميهم، راح أريحهم. مش حافظ أسماء؟ أنا حافظ أسماء. طيب ناس يعني استشهدوا أو جرحوا؟ والله ما نتذكر. في ثورة 36؟ ما نتذكرهم، ما نتذكرهم. طيب أنت قصتك لما أطلقوا عليك النار، مين اللي أطلق عليك النار؟ الإنجليزي. بال36 هذا الحكي؟ عقب ال36. بأنو سنة تقريبا؟ لما انتصروا على ألمانيا. لما انتصروا على ألمانيا. الإنجليز. شو قصة يعني إطلاق النار عليك؟ وين كنت أنت؟ أنا رايح على طول كرم. رايح على طول كرم. معي طرش. منين طالع كنت؟ طالع من صمخ. معي طرش. وين كنت ساكن أولها في هذه الأيام؟ كنت في سنوريا ولا في معذر؟ لا معذر. كنت في معذر. سحب الفرد وطخني. شو الطرد اللي معك كان؟ بقر. طرش قصدك معك؟ قوسوني. بأنو منطقة كنت لما طخوا عليك؟ برت من غرط الكرم. يعني طلعت من سمخ؟ من غرط الكرم. تعرف الكرم؟ قطعت جنين انت؟ قطعت غال. غال. طيب كنت يعني معك دواب وماشي؟ معي دواب. طيب شو كان سبب اطلاق النار عليك؟ عمل ماشي ولا سبب ولا شيء، وقف على البليس، يعني البليس عندي ما في 200 متر. نادوا عليك قبل ما يطلقوا النار؟ ولا نادم ولا شيء، فزع الفرد وطخني وطخ راس بقر معي. مين اللي انقذك وقتها؟ بقول لك البليس كان قبالي. شافك البليس؟ شافهم لما يركضوا. وين أخذوك على جوك؟ خلونا على طول كرم. طول كرم خلونا على جنين على نابلس. نابلس. ونابلس ردم خلونا على طبرية. كم يوم قعدت حتى شفيت من الإصابة؟ يطلع 20 يوم. كم طلقة أطلقوا عليك؟ طلقة واحدة هانتت. في خصرك كانت؟ ها؟ فاتت لبطنك يعني على بطنك ولا؟ لا ما فاتت، باللحم جت. باللحم. لو بطني كتلتني. أيوة. طب بهذا البريطاني اللي أطلق النار عليك ما حدا حاكمه ولا حدا حكى معاه؟ والله حكموه. اشتكيت عليه أنت؟ اشتكيت. جاي مقام عمل لي استدعاء وكتبوا الرأس الديوان. شو اسمه هذا البريطاني اللي أطلق عليك؟ والله ما أنا عارفه. ما تذكرت اسمه؟ ما عارفه. طب شو حكموه؟ حكولي 130، حكولي 180 ليرة خل راح. أيوة. بعدين المختار 180 ليرة لإيش؟ لرأس البقر؟ إلي إلي إلك. بعد المختار كتب مرتبطة قال لك اضربوا الحرمية مو الجيش. المختار كتب مضبطة؟ إنه حرمية اللي قتله. ضدي. ضدك. أنا مختار مين؟ اختارنا بس الصبيحي. أيوة. بعدين جمع الإنجليز اثنين قال إحنا محمدنا خذهن هذول اكتبوا لي بخمسين ليرة. نزلوهن لخمسين دينار. خذهن ساقرة من صرم الخنزير بركة، خذهن أحسن لك. أيوة. ما تخلين ما نعطيك ولا قرش. أيوة. خليتهن. أخذتهن. أخذتهن. وما سجنوا. لا. فقط غرامي كانت. غرامة بس. طب لو كان عربي اللي عامل هذا الحكي شو؟ ويسجنوه. سجنوه ولا بيعدموه؟ ويسجنوه. بسجنوه؟ ويسجنوه خنازير. نعم. طب انت عمي ابو عمر، البريطان لما دخلوا فلسطين شو واعي من دخولهم لفلسطين البريطان؟ والله ما عرفت ولا شفت من دخلهم لفلسطين. شو كان الجيش اللي دخل؟ الجيش كله بريطاني؟ مخلطين بريطاني وهنود مخلطين. واعي الهنود منيح؟ الهنود وعيها بس البريطاني ما شفته. ما شفته. الهنود شوف مع هالطريق يطلع 100 خيال 200 خيال. خيال معاه شلفات.
طب الجنود البريطان الهنود اللي كانوا مع البريطان كيف كانوا يتعاملوا معكم؟ ولا يحجم معنا ولا يجمع معنا مع هالطريق، ينهجم وروحهم على المركز ما يجمع على الناس. كانوا مسلمين ولا هندوس كلهم؟ والله هندوس أظن. ما كان في مسلمين بينهم؟ ما انا عارف، ما شفت، ما شفت هنود مسلمين، خنازير بعد هندوس. ايوه والله ما شفت ولا واحد. طيب اثناء ثورة 36 عمي ابو عمر، بثورة 36 هل كان اليهود او بعض المستعمرات تهاجم بعض القرى العربية؟ هل تعرضتوا لهجمات من بعض العصابات اللي كانت موجودة لليهود؟ لا والله ما شفت. ما شفته؟ لا ما شفت. طيب الآن وانت في البلاد عمي ابو عمر هيك تذكر منيح، هل كنت تشعر انه في مخطط صهيوني بيهدف لإفراغ فلسطين من شعبها؟ هل كنت تشعر أن اليهود بيخططوا أنه يأخذوا الأرض منكم؟ والله سمعت بس سمعتوا في هذا المخطط؟ سمعت. كيف سمعت؟ من مين يعني؟ من الأخبار ولا من الصحف ولا من الناس؟ من الأخبار أنه خططوا أنهم يخلوا فلسطين كلها ويطردهم العرب. طيب هلأ إحنا تقريبا وصلنا لبداية الحرب وبداية المعركة مع اليهود. قرار تقسيم فلسطين اللي صدر بشهر 11 عام 47، قرار تقسيم فلسطين أيام أمين الحسيني، سمعت في هذا القرار عمي أبو عمر؟ لما قسموا فلسطين وقالوا إنه بدأ تصير دولة يهودية ودولة فلسطينية أو دولة عربية، مو قرار الحج أمين يوم. مش هذا قرار الحج أمين، هذا قرار الهيئة الأمم، قرار الأمم مو الحج أمين. لا أنا عم بحكي لك أيام ما كان الحاج أمين. كان الحاج أمين الحسيني هو رئيس اللجنة العربية. صحيح. هذا القرار قرار تقسيم فلسطين، سمعت فيه؟ سمعت فيه. قسموها قسمتين. قسم للشرق وقسم للغرب. بس ما قبلهم العرب، ما قبلهم. ما قبلوا العرب. ما قبلهم. خلوها الكل. خلوها من. نعم. خلوها. طيب لما صدر هذا القرار قرار التقسيم شو كانت ردة فعل العرب؟ ولا فاضي كل العرب فاضيين. لا العرب، أنا بدي أحكي العرب اللي بفلسطين مش العرب العرب. فاهم، العرب فلسطين ما بيدهم شيء. هل عملوا مسيرات مظاهرات؟ سلاح ما عندهم. نعم. حرابين ما عندهم، شو يساوهم؟ والله فرد يقوسهم كلهم، ما في سذبين. طيب العرب الفلسطينيين عمي أبو عمر لما صدر هذا القرار هل فكروا يدافعوا عن البلد؟ يعني ما قبلوش هذا القرار؟ لا ما قبلهم، بيهم اضراب، سام اضراب. نعم اضربهم. طيب هذا سؤال يعني للوراء شوي، ما قبل قرار التقسيم، قرار لما لما كانوا البريطان بيتحكموا في فلسطين ومستعمرين فلسطين وهم اللي يعني مسكين في كل الامور اللي بفلسطين، هم اللي ساهموا اليهود وهم اللي صنعوا اليهود وهم اللي احضروا اليهود. سؤالي لك، حكومه الانتداب البريطاني كيف كانت تتعامل مع العربي اللي بيلقى القبض عليه ومعاه سلاح؟ يعني مسكوا مع واحد ومعاه بندقيه او فشكه، طخوه كانوا يقتلوه. والله على ابراهيم الحاج احمد ورزق ابو تركه. نعم. بالبيت الفرحانين هذا كل واحد قوى الطرق. نعم. وجم بالدبابة جموا خلوهم اثنين حبسوهم اعدام. نعم. من الاعدام استأنفوهم صارهم 15 سنة. شو اسماءهم هذول اثنين؟ ابراهيم الحج احمد ورزق ابو ترك. هذول من معذر؟ من معذر. يعني حكموهم اعدام. حكموهم اعدام. ونزل الاعدام لمؤبد. وخرجوا هذول بعد الحرب ولا؟ لا قبل الحرب وخرجوا. طيب الآن إحنا في منطقة اللي هي المغرة. وأنت في معذر. صدر قرار التقسيم، العرب رفضوا هذا القرار وقرروا أنهم يقاتلوا. صحيح. ما يسلموا. صحيح. وبدأ اليهود بالزحف على القرى العربية.
من شهر 1 48 عمي أبو عمر لغاية شهر 2 يعني كانوا العرب شبه مسيطرين، ما زالوا. لا صحيح مسيطرين. من شهر 1 لشهر 2 48 كان شبه سيطرة للعرب على القرى العربية. صحيح. ومن شهر 3 48 بدأت القرى العربية تسقط قرية قرية ومدينة مدينة. صحيح. انتوا في معذر لما شعرتوا في هذا الخطر وأن الصهيونية بدأت تتغلغل وتريد أن تحتل كل فلسطين. أهل معذر هل فكروا بالدفاع عن معذر؟ ولا فكروا من هزمهم، كلهم من هزمهم قبل هلأ قبل الهزام وقبل الخروج. نعم هناك قالت لهم روحهم 7 أيام تعاودهم. نعم ارحلهم وقبل 7 أيام نعودكم. رحلهم ما أحد عودهم ما نسيب. هلأ قبل الخروج هذا عم قبل أبو عمر. الخروج طيب يعني ما فكروا بامتلاك سلاح؟ ما فكروا انهم يشتروا سلاح اهل معذر؟ ما طفلانين ما معن مصاري ما في. هو في بعض القرى عمي يعني ما كانوش يمتلكوا المال حتى يشتروا السلاح، باعوا الابقار، باعوا الاغنام، باعوا الذهب من اجل الحصول على قطعه سلاح. اهل معذر هل جمعوا فلوس وشروا سلاح؟ والله ما سمعت واحد سلاح. طب انت في 48 ما كنت تمتلك قطعه سلاح؟ كان معي. كان معك قطعة سلاح. طب أهل معذر يعني ما فكروش أبدا إنهم يدافعوا قبل خروجهم؟ مين يدافع؟ ما معها مصاري. الحكومة أعطتهم مرتين. الحكومة أعطتهم مرتين. هي كانت هاي مش في معذر يعني معظم القرى العربية. معظم القرى العربية. البريطان كانوا سلموا للمختار بعض البنادق، بندقيتين لثلاث بنادق لأربع بنادق. نعم يوزوهم على المختار. صحيح. يعطون المختار والمختار يوزعهم على بطريقته. صحيح. طيب بالإضافة للبندقيتين اللي كانوا في اللي أخذوهم من البريطان. ما كانش في ولا بندقية داخل معذر؟ والخلم بارودتين. غير البارودتين هدول ما اشتروا؟ ما شفت ولا واحد خير طبعا المختار. طيب يعني البنادق اللي حصلوها أهل معذر يعني سؤال شوي هيك حتى أذكرك منيح، هل أهل معذر كانوا يعملوا حراسات ليلية؟ ولا واحد. ما عملوش حراسات ليلية على البلد؟ ولا واحد. طب أنت لما صارت الحرب هل انتقلت من مكان المغرى إلى داخل معذر ولا ظليت في نفس المكان؟ ظليت المكان وجيت لها جينا لها. طب ما اشتروا سلاح مثلا اهل معذر مرة ثانية؟ ولا واحد اشترى فرد. ما اشترى، ما معهم مصاري. واللجنة ما اعطتهم سلاح، لجنة الهارة تعطيهم سلاح ما اعطوهم. يعني طلبوا من اللجنة العربية سلاح؟ ما اعطوهم. ما اعطوهم سلاح؟ ما اعطوهم. طيب يعني أنا ما بدي الآن متى خرجتوا لأنه رح نصل للحظة اللي أنتوا خرجتوا فيها، لكن حتى أنا يعني أستطيع أنه أسألك أسئلة. سؤالي إلك أنت لما خرجت من منطقة المغرة خرجت أنت وأهل معذر بنفس اليوم ولا خرجت قبلهم؟ لا والله ما قبلي. هم خرجوا قبلك؟ قبلي. هل شاهدتم هم بيخرجوا؟ شاهدتم. طب كم يوم مكثت بعدهم أنت؟ والله قعدت 23 يوم وراهم. طيب منيح، معناه أنت الآن شاهد على خروج أهل معذر من معذر ومن الحدث كمان. ومن الحدث. طب قبل خروج أهل معذر هل بتتذكر الشهر اللي خرجوا فيه؟ في أنو شهر خرجوا أهل معذر؟ والله ما أتذكر. والله ما أتذكر. ما تتذكر؟ والله ما أتذكر. طب خليني أذكرك بشيء آخر، في لحظة خروجهم كان الطقس حار ولا بارد؟ لا والله حار، يوم حصيدة كان في حصيدة. حصيدة أول حصيدة. هل أهل معذر حصدوا ولا ما حصدوش؟ تركوا الزرع مثل ما كان؟ والله تركوا مثل ما كان. تركوا الزرع. أنت في المغرة تركت الزرع ولا حصدت؟ تركت غمور على الكرسان قلعتها وظلت غمور برضه. ظلت غمور. يعني بنقدر نقدر هذا الزمن في شهر 7. يجوز في شهر 7 أو في نهاية 6. إذن أنتوا خروجكم ما بين شهر 6 وشهر 7. أهل معذر والحدث بنفس اليوم. طيب كلهم الآن عمي أبو عمر
أهل معذر وأنتوا في منطقة المغرة، هل تعرضتوا لبعض الهجمات من قبل اليهود؟ هل أطلقوا النار على البلد مثلا؟ هل قصفوا البلد؟ لا والله ما أطلقوا النار عليه. ما أطلقوش النار؟ لا بس خايفين. كان في خوف؟ لأنه من شرد البلد هذه بلد يهود جديدة وخايفين منها، خايفين تهاجمنا. ايش اسم المستوطن اللي كانت شرقيكو؟ والله ما ادري شو اسمها، بلد جديدة هذه جديدة ما نعرف شنو اسمها. طيب قبل خروجكم من معذر عمي ابو عمر، هل وصل مثلا جيوش عربية، جيوش نظامية عربية، جيش الانقاذ، هل وصل للمنطقة اللي انتو كنتوا بتعيشوا فيها؟ لا ما وصلش. ما وصل اي جندي عربي؟ ولا واحد. ولا واحد. ولا واحد. طب داخل قرية معذر هل قاموا اليهود مثلا بالتقدم الى داخل القرية مثلا وتحذير الاهالي للخروج؟ ولا واحد. ما كانش في مفاوضات؟ ولا مفاوضات. طب مين كان صاحب القرار في خروج اهل معذر من معذر؟ هل المختار قال لهم انه يعني اخرجوا؟ يجوز والله يجوز، والله انا ما اتشكك فيهم. ما تتذكر منيح؟ ما اتذكر منيح. طب خروجهم كان ليلا ولا نهارا؟ لا والله بالنهار. صباحا ولا عصرا؟ لا صباحا. هذا المختار راح على بعيننا. على بعين؟ على بعيننا، بلد اسمها لبعيننا. وين هاي؟ قضاء ايش لبعيننا؟ قضاء الناصرة. قضاء الناصرة. لبعيننا هاي في الشمال فوق. الشمال. تل رماني. ايوه. تل رمانة، بحد رمانة من هان. ايوه هذا المختار لوحده؟ هو وربعه. وربعه. وباقي اهل معذر لوين كانوا اتجاههم؟ والله ما نعرف وين راحوا، مش عارف. على الاردن. انت لما ما يعني اهل معذر خرجوا شفت يعني الموكب تبعهم ماشي؟ لا والله ما شفت، انا صحيح ما شفت. وين كنت لحظه خروجهم انت؟ انا ببيتي ما رحت ولا جيت. طب وانت في بيتك ما شفتهم يعني الناس ما شفتها من بعيد؟ والله ما شفتهم، قالوا ما نهدم نهدم نهدم. قالوا اهل معذر خرجوا. واهل الحدث خرجوا. اهل الحدث جمع الختيريه ثلاث اربع باتم عندي. قال رحلنا والله. طيب خليني اسالك عن هذا الموقف، يعني وانت في منطقة المغرة هل قدم لاجئون من معذر عندك مثلا على البيت، مروا من عندكم؟ جم عندي باتم عندي. لا مش اهل الحدثي، اهل معذر. لا ما حدا جم. ما حداش اجى عليك؟ لا ما حدا جم. طب من الحدثي مين اللي اجى عليك؟ والله المخطير الوجوه. شو اسمهم تتذكرهم؟ والله ما اتذكرهم. ولا واحد منهم؟ ولا واحد. كم شخص هم اللي كانوا؟ جمع الخيالية أربعة. أربع خيالي. وكان معهم أطفال ونساء ولا لوحدهم؟ لحدهم. جم باتم عندي والصبح شلنا إحنا وياهم. كانوا مسلحين؟ لا. طب باعتقادك هذولا يعني اللي أجوك من الحدثي؟ هل كانوا مقاتلين ضلوا في القرية آخر الناس؟ والله مش عارف، إدانا جم عليهم. باتم عندي وقال البلد ما ظل بها حدا. طب حدثوك انه صار عليهم هجوم ولا خرجوا هيك؟ لا خرجهم هيك ولا هجوم ولا شيء. طيب خرجهم هيك. انت الان في المغرى عمي ابو عمر، كم رجل كنت في المغرى تقريبا؟ والله يطلع 20-30 واحد. 20-30 واحد. يعني الشباب يعني كان اعمارهم من 20 وطالع. طيب هل كان الخوف يعني يتسرب إليكم مثلا وانتم في البلد؟ طبعا خايفين. كم قطعة سلاح كانت معكم في هذا الوقت؟ والله ما غير أنا عندي برودة. نعم غيري ما في عندي ولا سلاح. طب الثلاثين شاب كلكم مشارقة كنتوا؟ لا مش مشارقة. مشرق وإيش كنتوا؟ مو مشارقة. مين العائلات الأخرى اللي كانت معك؟ والله ما أعرف منها. كانوا صبيح مثلا؟ مخلطين. مخلطين. طب كنتوا تجتمعوا مثلا تفكروا شو تعملوا؟ والله نجتمع ما نجتمع عم نجتمع وزعلان ما حد نجتمع حد زعلان كله. طب مين كان كبيركم انتوا اللي يمون عليكم المنطقة هاي؟ والله ما حدا يمون حدا. طب ما كنت انت وجه بينهم مثلا كونك كبير بالعمر؟ ما يردوا علي. ما يردوا عليكم؟ طب مين اللي اخذ قرار بالرحيل؟
رحلت البلد وشافوا ما البلد رحلت وانتبه يرحلوا. انت قلت لي انه بعد ما رحلت البلد بعشرين يوم انتوا فكرتوا تطلعوا. فكرنا نطلع صحيح. جمعوا علي المخاتير باتم عندي اربع خيالة. هذول تبعين الحدثي. تبع الحدث ومن سرين. ومن سرين. هاربين لعندك جايين. باتم عندي. والصبح قال يلا سيل ونلحق ربعك. نعم. لا والله كان. عاد رحلت. ظليت لحالي. انت في منطقة المغرى ظليت اخر واحد؟ اخر واحد لحالي. اخر واحد من معذر من الحدث غير لحالي. طيب خلينا ناخذ هاي النقطة. انت كنت متزوج وقتها؟ متزوج. كم طفل كان عندك؟ بنت واحد. بنت واحدة. كم كان عمرها بنتك هاي؟ والله ما ادري سميهم والله مش عارف. 20 سنة؟ لا عشر تشهر اقول لك. 20 سنة لوي. شو اسمها بنتك هاي اللي كانت؟ اسمى اسمى. طب اسمى كانت كبيرة؟ لا والله صغيرة. طب كانت يعني ترعى بالغنم مثلا اسمى؟ لا اقل صغيرة ما تروح ولا تجي. ما كانت تجلي تطبخ؟ لا لا لا. المهم واعي كانت تحكي تمشي يعني؟ تمشي تمشي. كانت تمشي. واهل المغرى طلعوا ومعذر والحدثي. كم يوم بقيت لوحدك انت؟ والله 10 ايام 20 يوم مش عارف. طيب هذول المخاتير لما اجوا عليك كانوا اهل المغرى مغادرين كلهم؟ مغادرين كلهم. طب ما يعني ما اجى عليك يهود في هاي المنطقه؟ لا ما اجى. ما جاش يهود من مره؟ ما اجى ولا شفت واحد. وما كانش معك ولا رجل؟ ولا واحد. 20 يوم عشت في هذا المكان لوحدك انت وزوجتك وبنتك واخوي. معي. اخوك شو اسمه؟ علي. كان متزوج علي؟ لا كان عزابي. عزابي. اصغر منك ولا اكبر منك اخوك؟ اصغر مني. اصغر منك. طيب غير علي مين كان معك؟ ابن خالي يجي من الحدث عندي. اجى سكن عندك؟ آه. ابن خالك متزوج كان؟ لا برضو لوحده. وحده. طب ابن خالك يعني شو اسمه هذا قلت لي؟ اسمه علي. بعد اخوك علي وابن خالك علي؟ اه. يعني اثنين علي اسمهم. لكن علي اخوك كان عايش معك بنفس البيت. طب علي ابن خالك اللي كان عايش في الحدثي ما حدثك عن الحدثي ليش خرج؟ هل صار عليهم قتال او هجوم؟ لا والله ما صار هجوم بل الكرة كل هذه والله ما طلقة ما صارت عليهم. طيب علي ابن خالك هذا وين باقي عائلته راحت؟ من الحدث رحلة من على الأردن. على الأردن ظلوا رايحين. طب ليش هو قرر ما يروحش معهم يعني؟ والله مش عارف ما شعر جاء علي. أجل عندك. كم ليلة ناموا عندك نام عندك علي؟ ليلة ثانية. ليلة واحدة. ليلة واحدة. طب بتتذكر قرارك يعني اللحظة اللي قررت فيها تغادر؟ لا والله ما أتذكر. انت لما قررت انك خلص انت وزوجتك وبنتك واخوك وابن خالك لما قررت تغادر منطقة المغرى في 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 معذر شو كان الوقت نهارا ولا ليلا؟ لا والله نهارا. اي ساعة كانت يعني صباحا؟ عديت ابو ساري. جنب من الناصر جنب. ايوه هلا ابو ساري اللي كان عايش في خربة الطويل ذكر لي انه اجى على معذر على عمه. علي جاء. اجى عليك. انت متزوج اخته؟ متزوج اخته. اجى عليك؟ ورحلنا معه في المغرى. رحلنا معه. هو مين اجى يوميتها عليك؟ هو وعمه محمود وامه وامه واخوانه وخواته. جمع علي. كيف اجوا عليك؟ جمع الطريق وجمع قال لي يلا سيل معنا ورحلنا. ما باتوا ليلة عندك؟ ولا ليلة. يعني لما وصلوا قالوا لك يلا شيل. شيلنا معهم. طيب يعني الآن أنت قررت أنك تغادر عمي أبو عمر. طيب
لما غادرت شو كان الـ 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 الوقت؟ صباحا ولا ليلا؟ لا صباحا. الصبح. الصبح. طب يعني شو سبب تفكيرك انك لازم تغادر كان؟ شو السبب؟ رحت البلد كلها، البلاد هذول كلهم السبع قرايه ما ظل ولا واحد، انا ظل حالي. ايوه. انا جبرت رحلت. يعني خروجك كان بداعي الخوف؟ اه والله بداعي الخوف. بداعي الخوف. اه. طب هل كان باعتقادك انه راح ترجع بعد كم يوم على ولا سبعة ايام يا ثمان ايام ترجع؟ سبع ثمان ايام وبعدين سبع ثمان ايام ما خلصناش. ما رجعنا ولا تخيبنا. يعني انت باعتقادك بعدك باليوم الاول انت. متى السبع ايام بينت وبتعرفش؟ هني سبع ايام ولا سبعين يوم ولا سبعمية سنة ما بتعرف. والله ما احتاني احدا يعني. اما هم سبعة. اه هم هن سبعة. اه. سبعة سبعين سنة ولا. طيب تتذكر شو كنت لابس لما خرجت من البيت عمي؟ دماية والباس. دماية والباس. شو؟ طيب احكي لي عن الأشياء اللي فكرت تأخذها من البيت. شو فكرت تأخذ معك من البيت؟ ولا شيء، خليت هالبيت كله معايا دواب، حطيته على الدواب وخليته. أخذت كل البيت؟ كل البيت. طب مش كان في بيت طين عندك؟ دشرته. اما كل المواد الموجوده اخذتها؟ اخذتها. قمح، ذره، نحاس، بلال برضه. الطناجر خليتها؟ خليتها برضه. طب ليش خليتها؟ على اساس انك بدك ترجع؟ ودي ارجع وما قدرت انزمها، ما قدرت انزمها. ما قدرت تشيلها؟ ما قدرت. شو كان عندك دواب حملتها؟ عندي حمير اثنين وكديشه. ايوه. الله انا حملت. هل كان في عرباية خيل عندك؟ لا ما كان. ما كان. طيب هلا انت عم بتحمل وابو ساري عم بينتظر. ها؟ آه؟ كانوا ما زالوا عندكم. بينتظروا حتى تخرجوا. قديش كان عندك حلال وقتها؟ حلال بعت الحلال، بعت ما ظل عندي خمس ست رؤوس بقر. وين بعتهم؟ هناك بعت للناس تشتري. قبل ما تخرج قصدي انا. بعت قبل ما تخرج؟ اه قبل لا اخرج. نعم. بحكي. طب لغايه الان ما تعرضتش ولا لاي هجمه ولا لاي تهديد؟ والله ما تعرضت على اي هجمه. طيب الان بدك تحكي لي عن رحله العذاب اللي انت خرجتها عمي. طيب من القرى اللي حواليكوا هل في قرى تعرضت لبعض الهجمات مثلا؟ ولا واحد. ولا قرية. ولا قرية. هل بدك تعطيني مسيرك كيف تحركت من منطقة المغرة خطوة خطوة؟ الوقت صباح. طيب الوقت صباح وانت قررت انك تغادر، كان اتجاهك شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب؟ للشرق. اتجهت للشرق؟ الشرق باتجاه وين كنت يعني تفكيرك تروح؟ تل البقورة. تل البقورة. هل ما فكرت تروح لقرية داخل فلسطين مثلا لكفر سبت او للوبي او ل كفر سبت مخربت ما بيها ولا واحد. ما ظلش ولا واحد؟ ولا واحد. طب لوبيا رحت لها؟ لوبيا خربت لوبيا. طب قبل ما تروح للبقورة للأردن ما اتجهت للشمال لفوق للوبيا؟ لا ما رحت على لوبيا؟ لا لوبيا حتى اللي يشوفوا قمصوا. طب أهل لوبيا قاوموا اليهود ولا ما قاوموا؟ قاوموا والله قاوموا. قاوموا ما طلع بديهم مسكين. طيب شو بتعرف عن قتال لوبيا أنت؟ شو صار بلوبيا؟ والله ما نشام أهل لوبيا. نعم كاتلهم وردم اليهود كثرة من اليهود. نعم. لكن بعدين صفوريا. نعم. دشرت البلد وانهزمت والناصرة. نعم. لما شافوا من البلد انهزمت هم دشروا وانهزموا. نعم. والله دشروا ما حد مصبر على البلاد. أهل لوبيا. آه. لوابنا رجال صاروا. كتلم يهود كثير. طب عمي أبو عمر أهل الناصري سقطت قبل سقوطكم ولا أنتوا رحلتوا قبل سقوط الناصري؟
لا بس النصارى ما سقطت، ظلت مثل ما هي. لما احتلوها اليهود كيف ما سقطت؟ لا النصارى ما احتلوها اليهود، ما احتلوها اليهود. طب طبرية، طبرية احتلوها اليهود. طبرية قبلكم احتلوها اليهود؟ اه قبلنا، قبل ما تغادروا. اه قبلنا. طيب الآن تحركت من منطقة المغرة باتجاه الأردن، شو القرى العربية اللي مريت عليها وأنت ماشي؟ والله ما غير البشاتو، بشعر بشاتو هناك بالمشروع، تل الزاوية وخربة الطاق وعرب أم صبوني مريتوا عليها هاي؟ صبون آه مرقيت من عندها. آه. آه. طب وادي البيري وصلته؟ وصلته آه. مشيت فيه وادي البيري؟ مشيت فيه. طب أثناء هاي الرحلة شو استمرت يعني تقريبا، شو الزمن اللي استغرقتوه في المسير من معذر باتجاه الاراضي الاردنيه؟ وشنو المسير؟ التعن امنا على ابونا. يوم واحد كان؟ اه يوم واحد. من اي ساعه لاي ساعه وصلت الاردن تقريبا؟ والله من الصبح. نعم. مشينا التقريب للظهر. آه. الظهر كنت في الاردن؟ بالأردن. هل تعرضتوا للعطش للجوع للتعب؟ اللي علينا تعرضنا، تعلمنا على ابونا وانتم ماشيين. اه. طب تعرضتوا لبعض الكمائن، كمائن اليهود مثلا اطلقوا عليكم النار؟ ما اطلق علينا طلق. ما شفتوهم وانتم ماشيين؟ ما شفنا حدا. ولا شاهدتوا بعض الجثث او القتلى العرب اثناء المسير؟ ما شفنا حدا ولا اي شيء. البشات لما حملنا ودهم اسلحات اللي معانا. ايوه نفكوهم. طيب وصلت وين انت عاد؟ انو منطقة؟ البقورة. البقورة. آه. مين كان في استقبالكم في البقورة؟ كيف قطعتوا النهر؟ والله قطعنا لحالنا، والله ما واحد ساعدنا. ما وجدتوا جيش عراقي في المنطقة والله هاي؟ والله ما واحد ساعدنا قلت لك. اه. ولا عراقي ولا كلهم همل. طيب. وصلتوا منطقة البقورة عمي ابو عمر. وين سكنتوا عاد؟ سكننا على البيادر. بيادر اهل بنينا بيوت الشعر. نعم. وسكننا بهم. بنيتوا بيوت الشعر؟ اه. ما واحد قال لنا وانت جايب حالتك. ما حدا قدم لكم اي شيء؟ ولا واحد، كنا قلنا جايب حالتك. طب قعدنا يومين ثلاثه ورحلنا على هالجبل لفوق. قلنا لويش هذا؟ على شفا الغور. اه على شفا الغور. شو عملتوا غاد؟ بنيتوا بيوت الشعر في المنطقه هذه؟ بنينا بيوت الشعر ودور. ودور. اه. في منطقه في المدراج ولا في البقور؟ المدراج لفوق. لفوق. اه وعندنا طرش بهالبطيلة. طيب هل وكالة الغوث قدمت لكم شيء في هذاك المكان؟ وكالة الغوث اللي كانت تصرف على الناس وتصرف علينا مثلنا مثلنا. هل عملوا لكم إحصاء في هاي المنطقة؟ اه عملها. عملوا لكم إحصاء؟ اه عملها. كم سنة عشت في هذا المكان؟ والله ما نعرف كم سنة، والله حبيبي مضيع، والله مضيع. مضيع. والله مضيع. بس ما شاء الله عنك عم هيك بتتذكر منيح. يعني شو شو يعني انت عمرك حوالي 100 سنة؟ اه حوالي 100 أكثر من 100 سنة جوز. ها؟ طيب يعني ذاكرتك منيحة اللي أنت بتتذكر هذا الشيء. الحمد لله. طيب لما وصلتوا منطقة الباقورة والمدراج عمي أبو عمر، هل فكرت تستل اللي أراضي فلسطين وتحضروا بعض الأشياء؟ ما أقدر أروح على فلسطين، ما أقدر أروح. لا. في البدايات هلا كانوا العرب يرجعوا لقراهم وياخذوا الحبوب والقمح. صحيح. هل حدا رجع منكم مثلا لمعذر؟ ابدا ابدا ما واحد رجع. انت يعني باللحظه اللي قطعت فيها النهر للبقوره، هل فكرت انك ترجع مره ثانيه؟ ما قطعت النهر باتجاه الغرب؟ لا ما قطعت. طب يعني بعض العرب اللي سكنوا في أطراف النهر عمي، في أطراف نهر الأردن مثلكم أنتم مثلا، كانوا يضطروا يرجعوا يحصدوا في بعض القرى القريبة حتى يحصلوا طعام يأكلوه، ما كنت تروح لسفح كوكب وتحصد بعض القمح؟ أنا ما رحت أبدا. بي ناس راحت. صحيح راحوا بي ناس راحت، لكن أنا والله ما رحت. يعني الله بعطيني أكل وأشرب برزقي. لا هو عمي هذا يعني هذا القمح قمح العرب واليهود استولوا عليه. هلا أنا باعتقادي حلال إني أنا أرجع على أرضي وأخذ هذا القمح. حلال بس ما خايفين خايفين خايفين. طب هل بتتذكر ناس
من اللي رجعوا تم قتلهم من قبل اليهود؟ لا، ما صار معهم حوادث؟ ما صار معهم حوادث، يروحون بالليل ويجم بالليل، يجم إباتم بالليل يجم. أيوة. أما أنت شخصيا ما رحت؟ أبدا. طب ابن خالك علي رجع؟ رجع من كتل، من كتل. احكي لي قصته، كيف وين رجع وشو اللي صار مع ابن خالك علي؟ قطع الشريعة. هذا بعد كم يوم من خروجكو؟ بعد شهر؟ أقرب من شهر. آه. وطلعوا على الطريق وقوسوا وقتلوه. مين هم اليهود؟ لا والله العرب قتلوه. العرب قتلوه. طيب يعني القتل داخل فلسطين؟ جنب الشريعة، جنب الشريعة قتلوه ابتكروا معه مصاري. نعم، قطعين طرق. آه قطعين طرق قتلوه ما لقى معه شيء. طب انت شو عرفك انه العرب ولا اليهود اللي قتلوه؟ كيف عرفتوا مثلا؟ ناس الشاهدة منه قتلوا العرب. طب هل جابوا جثته لعندكو؟ جابوه بك دفنا بمعان، جابوه في معاذ بن جبل. دفنتوه هنا. كنت حضرت جنازته انت؟ حضرت جنازته. طب شو كيف كان القتل؟ شفت الرصاص اللي فيه؟ قال تكون عبد، يوم من جد انه ما هو، بس لما شفته بهدومه تعرف بهدومه. قعد يومين ثلاثه مرمي هناك. انهم جابوه صابغ، وهو كله صابغ جسمه صابغ. قتل بالرصاص كان مقتول؟ بالرصاص. وين كان جاي الرصاص؟ والله جاي ببطنه. ببطنه. وما نعرف مين اللي قتله؟ من البشاتو. ونعرف اسمه اللي قتله؟ والله أعرفهم اسمه بس نسيت اسمه. هل تم محاكمته مثلا والشكوى عليه مثلا؟ لا 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 لا، ولا شكوى ولا شيء. وراح؟ راح. راح مسكين. أخوك علي هل دخل وحاول يحضر بعض الطعام؟ وين الطعام؟ يحضر مثلا القمح او اشي من كوكب ومن اراضي فلسطين؟ لا 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 لا، علي برضو ما دخلش. ما دخل. طب انت بعد هذا المكان، بعد المدراج عمي ابو عمر، هل سكنت حياة المخيمات؟ لا، ما سكنت ولا اي مخيم عملته وكالة الغوث؟ ولا مخيم، ولا حتى في الاغوار؟ ولا بالاغوار ما سكنت. كم سنة ظليت في الاغوار انت؟ لانو سنة ظليت في الاغوار؟ والله ظليت مدة. يعني في أنو سنة غادرت الأغوار؟ هذا يكتب لك عمر وين أي سنة. طيب أنت ظليت كل المنطقة في منطقة المدراج؟ كل العمر قضيته في منطقة المدراج؟ كل العمر ظليت هناك وبعدين جيت لها لهون لهذا المكان. ما رحت لمكان آخر؟ أبدا. طيب بتتذكر في أنو سنة غادرت أنت؟ غادر من منين؟ من الغور لهون. لا والله ما أجيت في السبعينات، في الثمانينات، في التسعينات. بالثمانينات. بالثمانينات. يجوز. يعني مثل ما بيحكي لي ابنك، أنتوا غادرتوا في 82. يجوز. منطقة الأغوار. يجوز. طيب في حرب 67 كنت ما زلت في الأغوار. 67؟ وين ما صار 67؟ حرب 67 اللي اليهود كملوا على باقي فلسطين واخذوا الضفة. مش كنت في الغور بعدك؟ لا، صرت طالع. وين كنت طالع؟ بالبقورة. كنت في البقورة. طيب حرب الايام الست مثل ما بيحكوها، ما بتسمع فيها؟ اسمع فيها بس ما كنت في البقورة؟ بالبقورة. طب صار أي قصف عليكم من قبل اليهود في المنطقة اللي كنتوا بتعيشوا فيها؟ لا، ما صار أي شيء. ما صار شيء. طيب عمي بدي أرجع شوي للوراء لفلسطين، وأنتوا في منطقة المغرة، مجزرة دير ياسين سمعتوا فيها وأنتوا في المغرة؟ سمعنا فيها. شو سمعتوا عن هاي المجزرة؟ سمعنا مقلعين عيون الناس. وهذا اللي هججت الناس حرب دير ياسين، هذا الناس. أيوة. صابت من هالشيء هذا. نعم. قال عمل عيون الناس نعم. الناس خافت، والله خافت. طب المنطقة اللي عشت فيها أنت، منطقة المدراج والبقورة، المدراج
العائلات اللي كانت موجودة فيها من أنو مناطق في فلسطين كان جاي؟ من أنو قرى؟ من معذر. كله من معذر؟ من الحدثة. من الحدثة. نعم. من معذر ومن سيرين مخلطين. نعم. طب في البداية لما سكنتوا في المدراج هل كنت تناموا في العراء ولا في المغاور ولا بينيتوا بيوت شعر مباشرة؟ لا والله بيوت شعر وبنينا دور. بنيتوا بيوت شعر مباشرة؟ والله بنينا دور. يعني أول يوم وصلتوا فيه بنيتوا بيوت الشعر؟ بنينا دور من دور مسعدة. أيوة. لأنه طلع علينا واحد من الملك قال هذه معطيها لكم وبنم بها. أيوة. بنينا بنم بها. نعم. بنينا بها. بنينا عمار مليح. نعم. سلامتك. طيب عمي بعد هذا العذاب، بعد هذا العذاب أو قبل ما أنتقل لهذا السؤال، وأنتوا في المدراج هل فكر أحدكم أن يعود إلى المغرى مثلا، رجع للقرية تبعتكم أو لمعذر بعد شهر أو شهرين من خروجكم فيها؟ ما نقدر. يعني كانوا يرجعون بالتسلل بالتهريب ما يشوفوهم اليهود؟ لا والله ما واحد راح. نعم. طيب انتوا يعني في حرب 67، بدي ارجع لهذا السؤال عمي ابو عمر، في حرب 67 المنطقة اللي انتوا كنتوا فيها، منطقة المدراج او البقورة، ما تعرضت لقصف من اليهود؟ لا. ما خرجتوش الى مقيس او اسعرة؟ لا. ما رحتوش لمقيس؟ المقيس رحنا. ليش خرجتوا لمقيس؟ رحنا كنا مزارعين ونروح عليهم. يعني قصد من القصف، هل هربتوا لمنطقة مقيس؟ لا. لمنطقة أسحرة؟ أسحرة بعد رحنا بيها. نعم. رحنا بيها. أسحرة مو أسحرة. ها؟ أسحرة أسحرة اسمها. أسحرة. هذا قريبنا بيها. طيب عمي الآن بعد هذا العذاب اللي انتوا عشتوه بعيدين عن بلدكم، سؤالي لك عمي أبو عمر الآن، هل زرت فلسطين بعد النكبة؟ نعم. لغاية الآن؟ نعم. طيب هل ناس زاروا معذر وحدثوك عنها بعد النكبة؟ واحد زار الحدثة. من الحدثة؟ من الحدثة. سلفنا عليها. يعني راح على معذر؟ لا سلفنا على الحدث. لا عن معذر. عن معذر لا ما سلفنا. طب شو حدثك عن الحدث هذا؟ قال ما عدها مثل مية اليهود ما خشوها. نعم. وما كلها مثل مية دور مثل مية. طيب طب معذر شو بتعرف عنها الآن؟ هل ما زالت بيوتها موجودة ولا ما بتعرف انه؟ والله ما نعرف. ما بتعرف شو صار فيه؟ ما نعرف ما شفت. ولا بيوت كلها بالمغرى؟ ولا بيوتنا بالمغرى. ولا بتعرف أي شيء عنهم؟ ولا نعرف شيء. أنتوا عشيرة المشارقة هون في الأردن، إلكوا ديوان عمي أبو عمر أو مضافي؟ والله ما نعرف. ما إلكوا مضافي أو ديوان؟ إحنا أصل نص خبر. قريبنا. طيب اشرب شايك عمي، خلينا اسألك كم سؤال، احنا تقريبا وصلنا لنهاية اللقاء، لكن عمي ابو عمر، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، قرار 194، هذا القرار أقر حقك بالعودة إلى بلادك واسترداد كل ممتلكاتك والتعويض عن المعاناة التي لحقت بك نتيجة النكبة وفي الشتات. سمعت في هذا القرار؟ سمعت لكن كذابين. كذابين. طبعا هذا القرار أنت كلاجئ
أعطوك الحق بالعودة إلى بلدك. الآن إذا ما طبق هذا القرار، نفذ هذا القرار أو طبقوه، طلبوا من اللاجئين العودة إلى بلادهم، إلى معذر والمنطقة اللي كنت عايش فيها المغرة، إذا قالوا لك يا أبو عمر الآن مسموح لك ترجع بلادك، هل تعود إلى بلادك؟ والله ترجع لبلادك. والله أنا وبغض النظر عن الحكم القائم أو السلطة القائمة. بس عنده حكم إنه يرجع. نعم. يلا أرجع. أنت متمسك بحق العودة. والله أرجع. طيب الآن لو قالوا لك يا أبو عمر بدنا نعطيك قصر في سويسرا، ولا نعطيك 100 درهم هون في الأردن، وخلص تنسى فلسطين، بتوافق؟ لا والله ما وافق. يعني ما يعني ما في إشي بيعوضك بالدنيا عن بلدك؟ ما في يعوض. ما في شيء. والله تربات فلسطين يسوى الأردن كلها. نعم. تربات فلسطين يسوى الأردن كلها. الله يحييك عمي أبو عمر. الله يسوي. طيب أنت كلاجئ الآن بعيد عن بلدك، هل تشعر أن المجتمع الدولي العالم قدم شيء لقضية فلسطين؟ والله ما قدم شيء. ما قدم أي شيء. ما قدم شيء من الله إلا أنا أبوه. والله ما قدم شيء. كله كله شيء. ما قدم الشيء لقضية فلسطين. يعني هل تشعر أن المجتمع الدولي منافق؟ منافق. منافق. كل واحد عارف انه منافق. نعم. منافقين. طيب الان اخر شيء بدي اسالك اياه او بدي اوجهه اليك عمي ابو عمر. حاب تحكي رساله لاجيالنا لابنائنا القادمين، حاب تحكي كلمه في نهايه اللقاء؟ لا شو يعني بدك توصي توصي ابنائك احفادك، شو بتوصيهم فلسطين؟ وصيهم لا يدجرن فلسطين، مازلنهم طيبين لله فلسطين. نعم. يعني ما يتخلوا عن فلسطين. ما يتخلوا عن فلسطين، اللي يتخلى عن فلسطين ما هو فلسطيني. اللي يتخلى عن فلسطين ما هو فلسطيني. هو فلسطيني. نعم. طيب عمي راح اشوفه من الان انا. في نهاية اللقاء أنا سعيد عجاو من فلسطين في الذاكرة وزملائي في هذا البرنامج، منقدم لك كل الشكر والتقدير عمي أبو عمر، إحنا تعبناك معنا، والله يعطيك ألف عافية. الله عافية. شكرا لك. الله عافية.